بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الخيمة. احنا نلتقيكم بشكل يومي من الساعة 10 مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل، مناقشين ومتحدثين ومتحاورين حول أهم وأبرز الأخبار اليومية التي تحصل في رياضتنا السعودية. وأكثر من مرة قلنا أنه ما شاء الله تبارك الله رياضتنا لا تهدأ أبدا، يعني 24 ساعة لابد يكون عندك حدث رياضي، لابد يكون عندك خبر، لابد يكون عندك قضية ممكن تتحدث عنها، وهي رياضة ما شاء الله مليئة بكل ما هو جديد. اليوم إن شاء الله تعالى سنستعرض معاكم حديث للكابتن القدير سامي الجابر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، القائد الفني السابق والقائد الإداري الحالي لهذا النادي الكبير. زار زميلنا عبد الرحمن الدحيم، تكلم معه بكذا موضوع، سنستعرض إن شاء الله تعالى معكم أبرز ما قال، وعندنا مجموعة من الأخبار الهامة راح نستعرضها إن شاء الله تعالى، وعندنا أيضا محور رئيس اليوم راح نتكلم عنه. لكن دعونا قبل أن ندخل في تفاصيلنا نتعرف على شركائنا لهذا اليوم. على اليمين يجلس اليوم فهد الروقي، وعلى اليسار عندي أحمد الشمراني، في جهة يمنى في اسمين، أولهما أحمد البريكي والثاني حتى الآن لم يحضر، ننتظر إن شاء الله تعالى وصوله، الزميل عثمان أبو بكر مالي، وعلى الجهة اليسرى الزميل محمد البكيري وأيضا الكابتن صالح الداود. الله يمسيكم بالخير جميعا، أهلا وسهلا فيكم، شكرا لوجودكم معنا، دائما نسعد ونتشرف فيكم. أي أنت شو مديك ذاك اليوم جالس معنا النصر صح؟ ثم نتذكر شفناك في ذاك اللقطة ذاك اليوم. طبعا امسي عليك بالخير وعلى المشاهدين والمشاهدات والضيوف. طبعا زياراتي نادي النصر ترى من زمان، يعني ما هي اول زياره ولا هي اخر زياره. حلو، اليوم انا ممكن اروح ازور نادي الهلال، ومحمد البكري يروح يزور نادي الشباب، وصالح الداود يزور نادي الاتحاد، يقول لك هذه كلها مدينه الوطن، احنا نقدر نزور عادي ما عندنا مشكله. طيب صحيح، طيب وش المشكله؟ وانا زرت نادي عظيم وكيان كبير ونادي من انديه الوطن. اللي بعد. بس كنت على الطاوله الاداريه. كيف؟ كنت على الطاوله الاداريه طبعا، ممكن يعني اجتماع بين الرئيس والنائب والمدرب. خلاص يعني انتهى. احمد البريكي عطنا احمد السالفه. والله شوف ابو عبد الله، طبعا هي انت وكيل لاعبين ولا انت مدربين؟ بس اللي ما تعرف اني انا مستشار رياضي، يعني انا في انديه كثير بيني وبينها علاقات. مستشار في النصر؟ نعم. اقول لك، اقول اعطيك من الاخر، حتى اعطيك من الاخر، انا ودي بس الشباب في الكنترول يعطونا اسم احمد البريكي. قال لك مستشار، ايش تبون؟ ايش تبون يسوي؟ ولا مو اكيد ولا شلون ولا؟ انا بالعكس نفرح لك يا اخوي. انا والله تفرح لي وانا افرح. أيه. اكثر، بس انه انا ما ادري ايش تكلم. امس على فكره احتفلنا بسالم الاحمدي الشباب مع زميلي بندر الشهري، احتفلوا بسالم الاحمدي وخطوه ممتازه والله يوفقه. عطونا احمد البريكي، احمد البريكي امين عام نادي النصر القادم ان شاء الله. صح طبعا، الله يطول لي عمرك، تستاهل الطيب. طبعا ما اعلن شيء ابو إن شاء الله. ابو زياد، ولكن خلني اقول لك لو صحت الانباء هذه فهو شرف كبير لي. اول شيء كيف صحت؟ اللي صححها منو؟ انت تقول لو صحت، انت اللي ياكدها وينفيها. لا انا ماني المسؤول، ماني متخذ القرار، ولكن اقول لك لو صحت هذه الانباء، لو صار شيء لازم يطلع من النادي، من اداره النادي. يا اخي هو القاسم المشترك في القرار، هي مفاوضات، هو نجم. طيب القرار، شوف هو في مفاوضات. طيب وش رايكم بما ان احمد البريكي موجود يتكلم شوي بس عن الموضوع؟ طبعا علاقتي مع هذا السي في احمد البريكي بعدين نتكلم عنه، بس بقول لك بامانه يعني سهل يا احمد، أنا أعيش ممكن من أسعد أيام حياتي الفترة الأخيرة، خاصة الخمس شهور الماضية، أن فيه اتصالات، في طلب أني أنضم لأكثر من جهة بالرياضة وغيرها ما شاء الله. وهذا بأمانة يعني بالنسبة لي يعني أيام سعيدة جدا، لأني تعبت. ويمكن القريبين من أحمد البريكي يعرفون أن استثمر على نفسه كثير، وسافر على حسابه كثير، وتعلم كثير، وبنى علاقات مع ناس كثيرة، وعمره ما أسأل أحد، وعمره ما حاول أنه يدخل في دهاليز الإساءات. الله يوفقك إن شاء الله. الله يطول عمرك. فإذا كان فعلا فيه هي للآن أنباء ما تأكد شيء، إذا تأكد هذا الشيء فهو شرف لي، مثل ما هو شرف لي أني كنت عضو في مجلس إدارة نادي الشباب، مثل ما هو شرف كبير لي أني كنت مستشار لأستاذ تعلمت منه كثير، الأستاذ أحمد عيد، وفتح لي أبواب الفيفا والأي إف سي واللجان، وشفت كرة القدم والعلاقة بينها وبين الجهات الحكومية والمسؤولين امتدادا إلى القيادة، كيف هي مترابطة، وكيف أنه خدمة الوطن وخدمة الشباب أولوية قصوى في المملكة العربية السعودية. يقول أحمد أنه أصبح حتى الإداريين أصبح عالم احتراف الآن لنا. والله هو شف، هي إذا أنت بتنظر لها على أنها تشريف فما راح تنجح، إذا أنت بتنظر لها أنها تكليف وأمانة، يعني أنت مؤمن في المكان اللي أنت تشتغل فيه، إما أنك تخدم وتأدي
وتعطي 100% اللي عليك. نتكلم العمل بعيدا عن الميول، يعني الدارج في الكرة السعودية وفي غالب العالم، أنا ما أدري يعني بشكل مفصل خارجيا، لكن داخليا الدارج ولا يقبل أساسا أن يعمل في نادي الهلال شخص نصراوي، أو يعمل في النصر شخص هلالي، أو يعمل في الاتحاد أهلاوي، أو في الأهلي اتحادي، هكذا إلا الشباب يبقى. لا والله لا، أنت بتتفاجأ يعني أنه هذا ممكن تكون الظاهر، ولكن الحقيقة، وكان في حديث يعني بيني وبين بعض الأصدقاء، أنه في أسماء أبدعت ونجحت في أندية هم يشجعون أو يميلون لل، خلينا نقول لك ند تقليدي يا أحمد، ند تقليدي، وأسماء أنا مثلك يعني كانت لي صدمة. ولكن وش كان الموضوع؟ هي أنت تقيم المكان اللي بتشتغل فيه، وتقيم القادة اللي بتشتغل معه. الطموح اللي أنا شفته، وأتمنى أني يعني أكون جزء من المنظومة بأمانة، بس الطموح اللي أنا شفته عند قادة نادي النصر بالاجتماع السابق واجتماعين قبلها، أعتقد أنها ستغير من ملامح الإدارة الرياضية في المملكة العربية السعودية إن شاء الله. طيب، وإذا كنت أنا جزء صغير من هذا التغيير اللي كنا نحلم فيه، أنا كشاب والله كنت أتمنى، ويمكن قلتها هنا، أتمنى أن تكون الأندية السعودية تطبق المعايير اللي طبقها مانشستر يونايتد وأرسنال، ونترك اللي لقيناه حنا نكرره. الرؤية اللي موجودة اللي شفتها والتمستها، أنه حنا إذا في شيء لا يتوافق مع القرن 21 في إدارة النادي الآن نغيره. كإدارة نادي تتكلم، كإدارة نادي كامل، أنه إدارة استثمار، إدارة علاقات مع الجمهور، حتى الإدارة الفنية. فسقف الأهداف اللي محطوط، أنا أعتقد، وخبرتي يمكن في الرياضة يعني 9 سنوات قريب جدا من صناع القرار، أول مرة أسمع طرح على هذا المستوى. وإذا كان في ثقة لشخصي، وهذه هجمة من أبو زياد يعني، ما ولا طرالي أبد يعني، يرخمني فيها، ولكن أخبار حصرية. إذا كنت بكون جزء ولو 1% من نجاح الأهداف اللي هم حاطينها، فهو شرف كبير لي، وممتن بأنهم فكروا بشخص المتواضع أحمد بركة. بس دقيقة، بسمع من أبو خالد ومن أبو محمد وكلكم قبل الأخبار نقطة سريعة جدا كمان. أنا من ضمن الأخبار اللي سمعتها أن النصر الآن عندهم فكرة بتحويل النادي إلى نظام شركة. يعني اليوم احنا بالنسبة لنا جانب الخصخصة هذا أجل إلى فترة لاحقة، والنصر الآن يسعى بأنه يكون عمله القادم نظام شركات. هو مش يحولها إلى شركة النادي، ولكن إيش معمول بالشركات يطبق في النصر، صحيح؟ والله أبو زياد، هذا الفكرة اللي أنا سمعتها. أنا بقول لك أنا ما أقدر أتكلم أمثل النصر، لأني بأمانة ما عندي صفة رسمية في النادي فقط. صرح فيه الأستاذ سلمان المالك أول ما تولى الرئاسة لنادي النصر. صحيح، أنا بقول لك أن آلية العمل اللي شفتها لا يمكن أنك تجدها إلا بشركات رائدة، مو شركة ناجحة. شركة رائدة يعني مثل إيش مثلا اليوم أبغى أحول نظام النادي عندي لنظام شركة، زي إيش؟ طيب، أنت عندك طبعا في أكثر من ملف، ولكن خلنا نتكلم على الملف التسويقي والملف المالي. أي كويس، الإدارة المالية في الأندية كانت أو كان بالغالب أنها أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذا الموضوع يعني على اللي شفته لن يحدث في هذا النادي أبدا. الكيان هذا مقبل إلى مرحلة تحول تحاكي تحول 20-30 اللي تعيش المملكة العربية السعودية على كل الأصعدة. طبعا هذه الأسئلة المفروض أنه يسأل فيها الرئيس ونائبه. أنا ما أمثل النادي، ولكن أنا بهرت، ومن يوم ما شفت الأشياء يعني هذه يمكن الأسبوع الماضي، وأنا قاعد أتخيل وضع هذا الكيان بعد 2 سنين وبعد 3 وبعد 4، والطفرة والنقلة اللي خليني أقول لك سيحرج كثير بأنهم يركبون الموجة، وأنهم يتغيرون، وأنهم يحاكوا التحول اللي قاعد يحدث في المملكة العربية السعودية. الله يسهل عليك ويوفقك. على فكرة عاجل الآن الكابتن أسامة هوساوي يوقع عقدا احترافيا مع نادي الوحدة لموسم واحد فقط اعتبارا من الموسم القادم. أسامة هوساوي ينتقل إلى نادي الوحدة للموسم القادم. أبو محمد، وهذا حقيقة كانت من ضمن خطط أسامة. أسامة الفترة اللي قضاها في الأهلي كانت على، وما زال علاقتنا إن شاء الله أنها جيدة وتمتد إن شاء الله، لكن هو كان من ضمن أيضا الخطط اللي هدف لها أنه آخر موسم في الملاعب الرياضية سيقضي مع الوحدة، توفق مع الهلال، كأس العالم الآن إن شاء الله حيكون مشارك فيه، عودة الوحدة. وأعتقد أنه اختيار موفق من لاعب كبير بيرد ولو جزء من الوفاء لنادي كبير بحجم نادي الوحدة، رغم أن الناس تحدثوا
عن احتراف مع احتراف، لكن اعتقد انه اسامه ما شاء الله اخذ من الاحتراف ما يبغاه، يعني سواء على مستوى المالي او على المستوى الفني او المستوى الخبرات. وعوده الوحده هي انا اسميها عوده لاعب وفي لناديه، ونتمنى ان شاء الله انه يوفق معه. وكل الامور الواضحه الان في المشهد الوحداوي وسط التغييرات الجديده والدعم الكبير اللي بيلاقيه من معالي المستشار يؤكد ان الوحده قادمه على صحيح خطوات ايضا لا تقل عن خطوات الانديه الكبيره اللي بتنافس الان، اللي عندنا دائما هي اللي تنافس على البطولات. الوحده الموسم القادم اذا سارت الامور نفس النهج اللي بنسمع فيه والاستراتيجيات واسماء اللاعبين واسماء الضخ المالي، فاعتقد ان الامور ان شاء الله حتكون من جيد الى ممتاز. وان كنت فقط لا غير، هناك معضله وهي المعضله الاساسيه، معضله الديون. طيب في اكثر من 12 لاعب الان مطالبين الوحده بحقوق. هذا السؤال اللي انا بساله. يا سلام عليك. هذا السؤال اللي بساله ابو خالد قبل الاخبار الان. احنا نعرف ان الوحده ممنوع من التسجيل. نعم. وقالها حاتم خيمة ايضا. الى الان يعني بس رسميا لسه يعني. هو هنا المخاطره يعني صراحه اذا اصبح الوحده مهدد بال او اصبح بشكل رسمي بحت ما عاد فيه يعني بعد الاستئناف. انا اعتقد فعلا زي ما قال الكابتن حاتم امس انه ما عاد له طعم الصعود، ما عاد له طعم كل الاحلام والاماني اللي جاي عليها حاتم. صحيح صحيح. ما في اي شيء، لكن ان الله نجاهم ان شاء الله ان شاء الله ينجون منها يعني في بقرار الاستئناف. انا اعتقد الوحده يعني عوده الاوفياء وعوده الطيور المهاجره وعوده كل المحبين، ربما اسامه بدايتها، ممكن ناصر، ممكن غيره من اسماء موجوده، وهي كانت اكبر الاسماء اللي غادرت في سنوات متقاربه عن نادي الوحده وشكلت نجوميه عاليه في الانديه اللي انتقلت لها. صحيح. سواء في الاتحاد، في الاهلي، او في الهلال، او في النصر، كانت اسماء صراحه جميله طلعت من نادي الوحده، وكان يعني ابرزهم سامي شو اسمه اسامه وناصر عيسى يعني حياني، مجموعه يعني من ابرز الاسماء اللي هذا. واليوم يعود اسامه وهو كابتن للفريق، يعني يعود وهو نجم، كابتن في الاهلي، كابتن في الهلال. انا اعتقد ان هذه اسامه سيشكل اضافه لنادي الوحده. صحيح. سيكون يعني قائد ميداني وقائد خارج الميدان. الوحده في العوده الى المنافسه يحتاج الى هذه النوعيه من اللاعبين. لانه حتى لا احد يكابر يقول لك الوحده يحتاج ويحتاج الى اشياء معينه من اسماء. صحيح. اللي هي لا، احتاج اللاعبين الخبره الان حتى يصلب على قولك طول فريق الوحده من اسماء. وسامه واحده حلوه لاسامه، لانه واحد من اذكى اللاعبين حقيقه. صحيح. ونجح. نعم. رغم انه فيها مخاطره ترى على فكره، مساله الانتقالات المتقاربه هذه من انديه كبيره. نجح مع ذلك نجح في الهلال، راح الاهلي، راح من الاهلي رجع الهلال، يعني ثلاثه يعني يمكن كم سنه يعني دحين محترف هو خارج الوحده بعد ما غادر. هو كل مكان يروح الدوري معاه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. اسامه من الاذكياء جدا الحقيقه صراحه. ويعني لما نتكلم عن اسامه هوساوي خارج الملعب وداخل الملعب، هو رجل ذو اخلاق عاليه وقيمه فنيه ممتازه ومحترف بما أن تعنيه الكلمه من معنى. يعني تشعر بان اسامه هوساوي هو نجم في مكانه ومالي خانته ما شاء الله، وعنده الامكانيات الكبيره. ويبدو ان الوحداويين يعني ما وقع مع اسامه الا ما يركز عليها. شوف النقطه هذه بس معليش. ايه اللي كنت تكلمت قلت انا ما ابغى لاعب محترف يكون في الفريق ويجري ويسلم لي على الشعار ويبغى يوصل فيه والخلاط هذا الكاذب اللي ما عاد ينفع الحين ذي الايام. ايه انا ابغى اللاعب اللي يكون يلتزم كلاعب محترف ويدي الاحتراف حقه كعقد مع النادي، سواء كنت من ابناء النادي سواء كنت من منتقل. واسامه اكبر نموذج صراحه. صحيح. في كل مكان راح، في ثلاثه في الانديه الكبيره هذه اللي راح من بين هلال واهلي، صراحه قدم نفسه كانه واحد من ابناء النادي. هذا كلام صحيح. هذا اللاعب المخلص لالتزامه، هذا اللي يهمني انا اكثر. ما نبغى الافلام الهنديه يبوس هو مهمل ولا هو مقصر ولا هو اللي يعطي نادي حقه ولا يدي عقده اللي يقدر النادي فيه حقه. تاكيد. هذا اللاعب النموذج. تاكيد لكلامك يا ابو خالد. تاكيد بس لكلام ابو خالد. يلا نروح الاخبار. ليله فوز الاهلي على الشباب، الاهلي على الهلال 3 طبعا اسامه كلنا عارفين انه خلاص رايح الهلال. وربما كانت اخر مباراه في المباراه. تذكرها ولا لا؟ ما اعرف، انه عارفين كلنا انه خلاص قدم مباراة العمر، حتى كان مقهور قال يا اخي الهدف الثاني ذا هدفي بس السومة اخذها من امامي. طيب قدم مباراة تاريخية، فرح فرحة تاريخية، مخلص القدر ما شاء الله. باسبوعين اعلن انتقاله للهلال وشاهدنا مع الهلال. على اي حال يستاهل ويستحق اسامة هوساوي. اخر الاخبار الرياضية دعونا نتابعها معكم الان مشاهدينا الكرام، ونرجع ان شاء الله تعالى نعلق على مجموعة من الاخبار. هنأ معالي رئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ المنتخب السعودي للمصارعة لدرجة الشباب
لإحرازه 6 ميداليات متنوعة، ذهبية واحدة وفضيتان بالإضافة لثلاث برونزيات في منافسات اليوم الثاني لبطولة إسبانيا الدولية التي اختتمت اليوم. وجه معاليه بصرف مكافآت تقديرية لهذا الإنجاز، ووجه معالي الرئيس بمكافأة لاعب المنتخب السعودي للمبارزة إبراهيم لهديب بمبلغ 50,000 ريال عقب تحقيقه الميدالية البرونزية ضمن منافسات سلاح الشيش تحت 13 سنة في بطولة كأس الطفل الدولية المقامة في تركيا. أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ قرارا بإعفاء رئيس نادي القادسية معدي الهاجري من منصبه، كما أصدر معاليه قرارا بتكليف مساعد الزامل لموسم رياضي. أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن طرح تذاكر أعظم رويال رامبل على منصات بيع مكاتب الهيئة العامة للرياضة في الرياض، الدمام وجدة وأكشاك البيع الثلاثاء المقبل، مع استمرار البيع علما بأنه سيتم طرح مقاعد إضافية خاصة بالأفراد. وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الأحد للكويت استعدادا لمواجهة ضيفه الاستقلال يوم غد الاثنين، وأنهى الفريق تحضيراته على ملعب نادي الكويت لآخر مواجهات الفريق من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. وصلت بعثة فريق الأهلي لكرة القدم اليوم الأحد إلى أبو ظبي استعدادا لمواجهة الجزيرة الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا. طيب كانت هذه أبرز الأخبار الرياضية اللي شفناها قبل شوية، مجموعة من الأخبار تتعلق بالمصارعة وإعفاء رئيس نادي القادسية معدي الهاجري وتكليف مساعد الزامل لموسم رياضي، يعني مجموعة من الأخبار. إيش تبغى تتكلم عنه يا كابتن؟ أودي أرجع لموضوع أسامة. ترجع موضوع أسامة؟ للموضوع يتعلق بالأمور الفنية فقط. طبعًا أسامة هو لسه ما وقعها، بس هو الأخبار إحنا اللي عندنا ننتقل الرجل الوحدة يعني. تفضل. يعني هذه المصادر. يعني أوكي. هو شكله يعني رايح الوحدة. إيه. أنا أقول هي طبعًا أول شيء إنه أسامة من اللعيبة اللي يجب على كل اللعيبة الشبان إنهم يعني يعتبرونه قدوة. إيه. هذا في المقام الأول. إيه. انضباطي. لاعب شوف حتى مع الانتقالات ما شفنا له لا مشاكل لا في هنا ولا هنا حتى وصل الى انه يكون قائد المنتخب. بالنسبه للوحده وضعيه الوحده الان اي انا اعتبر الخطوه هذه جيده بشرط انه يكون مع اسامه لاعب ثاني شاب قوي ويكون اجنبي ما يكون سعودي، يكون مدافع قوي سريع، لانه اسامه نتكلم بصراحه في الموسم هذا الاخير ما كان موسم مثالي للكابتن أسامة إطلاقا سواء مع النادي أو مع المنتخب. طيب. فأنا أقول حتى تنجح اللي تنجح توليفة محتاج إلى محور قوي وإلى لاعب يلعب جنب أسامة، كل لاعب قوي جدا. طيب المعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ هنأ الاتحاد السعودي للمصارعة بدرجة الشباب تحديد لإحرازهم 6 ميداليات متنوعة ذهبية واحدة وفضيتين بالإضافة إلى 3 برونزيات تستاهلون. خلونا ناخذ الاستاذ مشعل الجماحي رئيس الاتحاد السعودي للمصارعه. مساء الخير استاذ مشعل. يا هلا وسهلا، مساء النور اخوي. اهلا وسهلا فيك. الف مبروك. الف مبروك اولا حصولكم على هذا المنجز المميز الحقيقه، واحنا دائما نقول بانه التركيز في فتره سابقه دائما على كره القدم، ولكن اليوم احنا اصبحنا مع كل هذا الانتشار لكل الرياضات نسلط الضوء على كل الرياضات. الله يجزاك خير عموما، وشكرا على الاستضافة، ويا هلا وسهلا فيك واخو السامعين. طبعا ما في شك ان كرة القدم طبعا هي الرياضة يعني الاساسية لنا كسعوديين، واحنا من يوم ما عرفنا الرياضة واحنا نعرف الكرة، ولكن لازم اني اذكر ان ترى في رياضات اخرى جميلة جدا. صحيح. كرياضات الفردية، كرياضة المصارعة، كرياضات الاخرى، يعني لازم انها تاخذ صراحة يعني وضعها في المجتمع، وحتى يعني كأنتم كاعلاميين يعني ياليتكم تركزون عليها شوي صراحة. تستاهل. وعلى فكرة ترى يعني والله العظيم هذا الكلام ليس مجاملة. أنا يعني لما تابعنا في فترة سابقة بين الهيئة العامة للرياضة ستقيم مجموعة من النشاطات عندنا في السعودية والمسابقات العالمية والكبيرة، في كثير من الناس يعني ما أعار اهتمام لكثير من الألعاب، لكن لما جت على أرض الواقع وبدأت يتفاعل معها الناس صرنا نشوف أنه في إقبال كبير. لكن المصارعة يبدو بأنه ستأخذ نصيب كبير جدا من حجم المتابعة، لأن هي رياضة قديمة تاريخية واليوم ما شاء الله جددت.
صحيح ابوك في الجنه. طبعا المصارعه الله يطول عمرك هي اقدم لعبه اولمبيه في العالم، هذا ما في شك فيها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، اتحاد المصارعه من اقدم الاتحادات في السعوديه، تاسس في عام 1400. صحيح. والحمد لله يعني كان له على ما قاله وطلعات ونزلات، ولكن صراحه اقولها والله بدون مجامله، يعني في 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 عند قدوم يعني معالي الرئيس تركي آل الشيخ اعطانا دفعه معنويه جدا جدا كبيره صراحه، وشجعنا وشجع الرياضات الفرديه بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. حتى اقول لك اياها بكل امانه، يعني ان جميع ما نرفع فيه من معسكرات داخليه او خارجيه او بطولات داخليه او خارجيه صراحه كانت تقبل وباريحيه جدا جدا. فهذا طبعا يعود بالفضل يعني لله، ثم طبعا لقيادة الهيئة العامة للرياضة. طبعا نرجع لموضوع البطولة الله يطول عمرك اللي انت تفتح فيها الموضوع. طبعا اقدم يعني اود اني اهمي طبعا مقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الامين محمد بن سلمان ورئيس الهيئة العامة للرياضة على ما قدموه ابنائهم المصارعين الحمد لله في هذه البطولة بتقديم 17 ميدالية، وهذا لم يحصل في تاريخ المصارعة السعودية من أول ما تأسست إلى الآن. ما شاء الله. فالحمد لله يعني إنجاز تاريخي وإنجاز مميز، وهذا يعني يدل على يعني أن الرياضات الفردية ليست فقط المصارعة ولكن الرياضات الفردية الأخرى ترى فيها خير. ونبغى يا جماعة يعني من هذا المنبر الكريم يعني نبغى نشجع أولياء الأمور، ونشجع أيضا يعني أنهم يلتحقون في مراكز التدريب، سواء اللي تابعين لاتحاداتنا أو الاتحادات الأخرى، أو أيضا للأندية. صحيح. وتشجيع الأندية أنها تستضيف أيضا من بطولات الألعاب الفردية. بس أستاذ مشعل، الناس تخاف بعدها من على عيالها ضرب وضريب وبوكسات يبدو. لا يا ابن الحلال، بالعكس الله يسامحك، بالعكس رياضة المصارعة رياضة راقية وما فيها لا ضرب ولا ضريب ولا فيها إصابات ولا فيها شيء، بالعكس رياضة تقوم على الاحترام والتقدير. أجل الحين نهائياً. أجل الحين طال عمرك أنا وفهد الروقي الآن مصارعة هنا قم، وفي لبس، لأنه المصارعة هنا المصارعة الرومانية. اي صحيح. مش المصارعة الحرة، مش المصارعة الحرة، مش المصارعة الحرة، أنت تتكلم عن المصارعة الرومانية. صحيح أستاذ؟ رومانية أخوي ولا طال عمرك، احنا نتكلم عن المصارعه الرومانيه والحره الاولمبيه. الاولمبيه وهي طبعا تختلف عن المصارعات الاخرى اللي فيها طبعا ضرب وضريب ودمان وامور، هذا اسقاط، هذه احنا غير، احنا رياضه اولمبيه معترف فيها من الاتحاد الدولي، ولها اتحاد دولي ولها شروطها ولها مواصفاتها، وتضمن يعني سلامه اللاعب وسلامه طبعا المدرب وسلامة الحكم وسلامة جميع العمل فيها. فهي رياضة تعود الإنسان على الصبر وعلى الاهتمام بنفسه وبصحته وبغذائه وبأكله وبمجتمعه. يلا عسى الله يوفقكم إن شاء الله، وموفقين في قادم الأيام بإذن الله تعالى. دعواتكم. شكرا جزيلا على الاستضافة. لا بالعكس، شكرا لك، شكرا، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أبو صهيب، مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا، حياك، شرفتنا يا ابو صهيب. مساء النور لكم، مساء النور للزملاء الكرام وللمشاهدين الافاضل. اعتذر الحقيقه عن التاخير. أيه. زي ما يقولوا النوم سلطان. يعني انت جاي معترف يعني انك انت نايم، راحت عليك نومه. يا راحت علي نومة. يعني انا حاولت التمس اقول يعني ابو صهيب الحقيقه واجه زحمه في الطريق، وتعرف الرياض فيها مزدحمه، لكن انت قتلت كل شيء عندي. لا لا لا، احنا الزحمه ما يعني ما تاخرنا، لانه الزملاء الحقيقه في العلاقات العامه ما ايه. عنده برنامج تلفزيوني وراحت عليه نومه. اللاعب اذا نام شبوا عليه، واذا ما جاء تمرين صباح شبوا عليه، واذا ما سوى ولا شيء شبوا عليه، واذا تاخر خمس دقائق قال هذا لاعب مهمل ولا هو محترف ومش عارف ايش، واخينا بالله راحت عليه نومه. لكن اذا كان عند اللاعب مبررات واعذار الحقيقه وبالتالي يبرر، انت السبب، انتم متاخرون في الليل. طيب غانم القحطاني لو تكرمت خصم على عثمان ابو بكر مالي 10% وفق اللائحه الداخليه، وفق اللائحه الداخليه لمده 10% من امان. هذا لواح داخلي ما نحب نقول على احد. على اي حال، الكابتن سامي الجابر في 2008 صرح وقال انا رئيس الهلال القادم. هذا التقرير يحكي جزءا من هذه التفاصيل، والبقية سنستمع لما قاله سامي الجابر مع زميلنا عبد الرحمن الدحيم.
تمشي ملكة. هو كذلك منذ أن وطئت قدماه أروقة الأزرق حينما كان صبيا يافعا يحمل أحلامه وطموحاته وينظر للمستقبل القريب البعيد بعين الأمل وروح المثابرة. لم يمر سامي عبد الله الجابر بمرحلة الأفول، فهو نجم منذ بدأ وما زال. أينما كان الجابر كانت الأضواء هناك، وفي كل اختبار يعيد ويثبت بأنه النجم المتكامل المثابر الذي لن تثنيه كلمات مثبط أو مهاترات ناقد. نجومية داخل المستطيل الأخضر سطرها سام 6 بماء الذهب بكافة درجاتها منذ الناشئين وحتى الفريق الأول مع الزعيم الهلالي ومع الصقور الخضر. إنجازات وأرقام وحضور لم يشاركه فيه أحد. وحينما قرر الذئب بأن يوقف عدوه في المستطيل الأخضر وظن الكثير بأن الجابر ذهب ولن يعود، كانت خطواته الواثقة ونظرته المستقبلية واضحة جدا، فالذئب لا يهرول عبثا. قبل 10 سنوات كاملة قالها سامي: أنا رئيس الهلال القادم. ولم تحرك ساكنا في تلك الفترة، لكن ما داخل سامي تحرك وأصبح يجتهد ويعمل ويطور من نفسه ولا يتوقف. سامي الإداري، وبعدها سامي المدرب، والآن سامي الرئيس. بالتأكيد بأن اسم سامي الجابر أحد أكبر وأهم الأسماء الزرقاء، بل الأسماء الرياضية السعودية ككل. ولا يختلف اثنان على عقلية سامي وحرصه على تطوير نفسه، لكن تجربة الرئاسة التي اعتبرها الجابر تكليفا صعبا ستكون محط انتباه الكل. طيب، هذا التقرير يتحدث عن الكابتن سامي الجابر. دعنا الآن نستمع لما قال الكابتن سامي الجابر القائد الفني السابق والقائد الإداري الحالي لمجلس إدارة نادي الهلال في الموسم القادم بعد تكليفه لمدة عام، مع الزميل عبد الرحمن الدحيم اللي راح وزارة في النادي. وسنخرج أو سنشاهد معكم 4 أجزاء. نشوف الجزء الأول اللي تحدث فيه عن زيارة اليوم الأول للنادي، لقاء لرئيس النادي الأمير نواف بن سعد المستقيل والراحل عن الفريق. ماذا قال سامي الجابر في جزء أول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم، من هنا من مقر نادي الهلال، حيث هذا الحدث التاريخي الذي تشهده مدينة الرياض تحديدا من خلال المنظومة الرياضية وتحديدا من خلال نادي الهلال، الكابتن القدير الكابتن سامي الجابر الذي عرفناه لاعبا وعرفناه أيضا على المستوى الإداري متدرجا وكذلك على مستوى أعلى الجهاز الفني كمدربا لنادي الهلال وكذلك نادي الشباب وعدد من الأندية التي كانت في مسيرته التدريبية. اليوم تحت مسمى الأستاذ سامي الجابر، وبالتأكيد وهو يكون من خلال منصب جديد للأستاذ سامي الجابر وهو رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الزيارة الأولى حيث وطأت قدماه هذا النادي من خلال هذا المنصب الجديد. أحييكم وأحيي معكم الكابتن والأستاذ سامي الجابر، أهلا وسهلا بك أبو عبد الله. زيارة الأولى، اليوم الأول بعد تكليفك لرئاسة مجلس إدارة نادي الهلال لمدة عام، أولا تصور العام، كيف كانت الزيارة الأولى، تقييمك لها؟ أنا ما أسميها زيارة، هي عودة إلى منزلي، عودة إلى بيتي، عودة إلى أيضا ما في العاملين في النادي، عملت معهم في فترات لما كنت زي ما تفضلت سواء كان كمدرب وقبلها كإداري أو حتى في بعضهم أنا كلاعب. حقيقة أنا أحس أني في بيتي، ما أحس أنه زيارة أو حتى أباشر في عمل جديد، ما أقدر أسميه عمل جديد، إنما هو خدمة في مكان ثاني. جيد، من خلال وجودك اليوم التصور اللي كان معك البارح
وأنت على مستوى دفة الرئاسة، وبعد ما شاهدتها اليوم من خلال هذا الاجتماع المطول اللي كان بينك وبين الإدارة السابقة، بانت لك الكثير من الأجندة، هل الحمل صعب أم أن الأمور تبدو جيدة بالنسبة لك؟ بدون أدنى شك أن أي حمل أو أي إرث تجي وتمسك في نادي الهلال هو مهمة صعبة بدون أدنى شك. يعني نادي لا يقبل أنصاف الحلول، طبعا يعتمد على جمهور فخم جدا، جمهور عنده ولاء وحب وانتماء، ولا يرضى بأنصاف الحلول، ولا يرضى بدائما ما يرضى إلا بالأفضل. صعب جدا إذا ما تفهم متطلبات الجمهور، صعب جدا إذا ما تكون قريب من الجمهور، صعب جدا إذا ما كيفية عدم التعامل مع الأمور من خلال مجريات إدارة الفريق، أو حتى سواء كان على المستوى الفني أو كان على المستوى الإداري أو حتى كلاعبين. الوضع في البيت الهلالي دائما مريح جدا، والعمل والبيئة دائما مريحة جدا، الأدوات متكاملة، ولكن أيضا في كل زمان تتغير كرة القدم، تتغير المعطيات، تتغير الأشياء إلى دائما إحنا في حالة تسارع في الرياضة، وليست فقط على مستوى الرياضة حتى على المستويات أخرى، ولكن الرياضة أيضا فيها تطور لازم تعمل لها تحديث حتى تصل دائما أو تبقي نادي مثل نادي الهلال دائما في أفضل حال. اليوم أبو عبد الله، وش الملف الأصعب بالنسبة لك اللي اطلعت عليه اليوم؟ أيهم الملف الأصعب؟ بدون أدنى شك أولا يعني خليني أقدم شكري الكبير لأخي سمو الأمير نواف بن سعد على كل ما قدمه في الفترة السابقة. حقيقة اجتماعات مطولة تكلمنا في معظم المشاكل اللي حصلت قبل، الأشياء أو الظروف أو العقبات، بدون أدنى شك أنها الأقل ما بين الأندية السعودية، وهذه تحسب أيضا للإدارات السابقة. حقيقة مشكور، هو من دعاني، هو من طلب أنه اليوم تكون أكو متواجد حتى يعطيني تقريبا سمى هانزو فرأو يعطيني كل يسلمني دفة الأشياء اللي المفروض أني أكمل المسيرة من بعده. حقيقة يعني لابد أن احنا نعرف أنه في قضايا قريبة مستعجلة، في أشياء لازم أن نبت فيها، في أشياء يجب أن نكون نادي الهلال يعني من خلال الأيام القادمة، في أيام قد تصل إلى 10 أيام أو أقل يجب أن يكون فيها ملفات ساخنة. كل هذه تعتبر وتندرج تحت المهمات الصعبة. أي مهمة في الحياة تعتبر مهمة مهما كان اسم المهمة، فيها الصعوبة، فيها متوسطة الصعوبة، فيها سهلة، يعني سهلة بدرجة أنه دائما تكون أسهل. لكن في عالم كرة القدم حاليا أو في جميع الأندية في المملكة العربية السعودية العمل ليس بالسهل. أفهم التركة ثقيلة، لكن ملف بعينه شائك، تحس أنه هو الحمل الأول اللي حتنطلق من خلاله، ما اتضحت لك المعالم؟ لا، فيه المهم وفيه الأهم، وأوضح لي الأمير نواف عدة نقاط، وإن شاء الله بإذن الله تكون إن شاء الله الملفات الأهم هي في رأس الأولوية. ما في شيء غير قابل للإعلان؟ لا، مو غير قابل للإعلان، ولكنها قضايا عادية مترتبة يعني أو طيب. متراكمة. سامي الجابر لما يحظى بهذا الدعم، أعرف أولا أنه هذا الطموح أصلا موجود سابقا وسلفا، أنه لا يمكن أن تتنبأ بأين يصل كابتن سامي الجابر، ولذلك تجده يتدرج دائما ويتواجد في قمة الهرم. لكن لا شك أنه التكليف اللي أتى من معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وضعك أمام محك، أنت حاس أنه أنت أمام هذا المحك، وإلا أنه سامي تعود أنه دائما يكون في مثل هذه المراحل؟ حقيقة بدون أدنى شك بالنسبة لي أنها تكليف، ولكن زي ما تفضلت يعني بالنسبة لي حلم كبير أني أرأس نادي الهلال. أنا تدرجت تقريبا في كل المناصب اللي عملت فيها، سواء كان في الفئات السنية كلاعب إلى الفريق الأول، عملت في السلك الإداري، بعدين انتقلت إلى الفني، ولا نعود في خدمة نادي الهلال في موقع آخر. حقيقة كانت بالنسبة لي نقلة كبيرة، يعني رئيس هيئة الرياضة مع المستشار أعطاني دفعة كبيرة، في نفس الوقت مسؤولية أكبر. بدون أدنى شك أن ننتظر النتائج، وينتظر النتائج، ودائما ما العمل أو العمل لازم أن يكون عمل اللي يسند لك على أن تكون على قدر المسؤولية، أنت تحمل اسم رئيس نادي كبير، واحد من أكبر أندية آسيا،
يجب أن تكون على قدر المسؤولية. حقيقة أنا سعيد جدا حتى ولو كانت مفاجأة بالنسبة لي، ولكن سعيد جدا بأني أتحمل أو تحدي آخر، بدون أدنى شك أنه أنا في مكان ليس جديد، وأعرف طبيعة هذا النادي، وبإذن الله إن شاء الله ستكون المهمة سهلة بشيئين. بدون أدنى شك، الأول أنت تفضلت فيه، الدعم الكبير من رئيس الهيئة معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، اللي دائما ما يسعى حتى ولو أعطاك فرصة يجب أن تكون عند حسن ظنه، وسيكون هناك دعم، ولكن يجب أن تعمل ليل نهار حتى تكون مواكب الحدث. الشيء الثاني ومهم جدا، الثقة اللي أتمنى أني تستمر معي، والدعم الكبير أيضا من واحد من أسرار هذا النادي وهو جمهور العظيم في كل السنين اللي أنا عشتها، سواء كان في 30 سنة الأخيرة وحتى قبل سامي الجابر وما بعد، أيضا متأكد أنه سيبقى هذا النادي هو يعني النقطة الرئيسية أو سر تفوقه يبقى في جمهوره. في هذا الملف تحديدا، معالي المستشار حينما أعلن اسم الكابتن سامي الجابر وضع له مقدمة وكأنه رهان على الكابتن سامي الجابر، خلينا نفهم في المقابل ما دار في الكواليس. هل كان لدى سامي الجابر مطالبات، أو على الأقل من خلال هذا النادي الكبير اللي تقول أنت فيه بعض الأمور الكبيرة جدا، هل كان في بعض الضمانات اللي حصلت عليها؟ معالي حريص على كل الأندية، يعني سواسية حرصة على كل الأندية في المملكة العربية السعودية واحدة، ودائما حرصة الأكبر على تذليل الصعاب لكل الأندية. ملفات شائكة في الأندية، الإرث والحمل ثقيل جدا، يعني نتكلم عن مشاكل في الفيفا، نتصدر رقم واحد في العالم، التراكم الديون والمشاكل والأشياء اللي حصلها في قضايا كثيرة. ومعالي دائما ما يكون حريص أنه يكون كل نادي هناك يكون فيه حل. أحيانا الحل ما يكون سريع، يعني حل بسرعة لا، القضايا شائكة مترتبة متراكمية، لكن حريص جدا، ومن ضمن حرصة أيضا أنه يسعى إلى أني أستلم نادي الهلال وأعرف بالضبط ماذا سيكون عليه النادي، ما سيترتب عليه النادي في مستقبله. يجب أن يكون كواجهة رياضية للمملكة العربية السعودية مع الأندية الأخرى التي لها شعبية كبيرة، ولكن حرصوا على الجميع واحد، حرصوا على الجميع أن تظهر وترجع الكرة السعودية فيها إثارة أكبر، فيها استقرار أكثر من خلال الأندية الكبيرة. وأعتقد أنه نادي الهلال واحد من أهم الأندية، ليس فقط من المملكة العربية السعودية، إما كان على مستوى المنطقة أو على مستوى القارة، هذا شيء أكيد من خلال التاريخ الكبير والإرث اللي يحمله النادي. طيب، هذا الجزء الأول من حديث الكابتن والنجم الكبير سامي الجابر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال. وش تستشف الآن من الجزء الأول في حديثة عن زيارته الأولى ورحت لنادي الهلال ولقاء الأمير نواف؟ فيها الثقافة الهلالية ما زالت سائدة وواضحة في حديثه، أنه الرئيس السابق دعا الرئيس اللاحق، قدم له الملفات اللي تم تجهيزها للمساعدة على إنجاح عمله في الفترة القادمة. نفس الفكر، سامي كرؤساء الهلال السابقين يراهن مراهنة كبيرة على المدرج الفخم، واللي ظهرت نتائجه بال 38 مليون الدعم الأول اللي صحيح. تم الحصول عليه جمهور الهلال، اللي قدم جمهور الهلال، وأتوقع ما زال لديه المزيد اللي يقدمه لناديه، واللي ربما كما شاعت الأخبار أنها تكون عن طريق تكون محصلتها إحضار مهاجم عالمي للهلال في الفترة القادمة بقيمة الدعم الجماهيري اللي موجود. صحيح. بس إيش قال الجمهور هو؟ أعطونا الصوت شباب، ارفعوا لنا الصوت. أنا أقول لك إيش قال. لحظة شوي. من العصر جين والله، من يقول هيئة الرياضة بكبرها تؤمن بأنتم السند الحقيقي، ما حد يمنعكم من الدخول. صحيح.
والدليل اللي عملوه اللي كنا نتكلم فيه قبل دقائق قوة الهلال بعد توفيق الله عز وجل رقم واحد في جمهوره الرقم الصعب اللي كان يراهن عليهم كل رؤساء الهلال آخرهم سامي الجابر بدأ ووجه حديثه لهم وأول خطواته العملية أول خطوات سامي العملية هذا القرار رغم أني أنا من الناس اللي ضد هذا القرار صحيح طيب هذا في الجزء الأول حديث الكابتن سامي الجابر في الجزء الثاني مع الزميل عبد الرحمن الدحيم تكلم على مداخلته في الخيمة ورحيل مجموعة من اللاعبين وبقاء لاعبين آخرين خلونا بس نتعرف على حديثه إيش قال في موضوع مستقبل اللاعبين في الموسم القادم البارحة طلعت أصوات كثيرة عبر وسائل التواصل على الأقل ما يتناقله المشجعين نقلوا عن مداخلة أو فهموا من مداخلة الكابتن سامي الجابر على أنه اتخذ قرارات فنية حتى قبل أن يكون هناك جهاز فني مثلا فهموا الناس أنه باستثناء خربين وإدواردو سيذهب جميع اللاعبين الأجانب اليوم بالقياس أحد ذكر لك أنه علي الحبسي وقلت هذا علي الحبسي ولدنا ومنه فينا كأنه صاروا في حيرة صحيح علي الحبسي لا نعتبره لاعب أجنبي يعني شقائنا في سلطنة عمان هم أخوان لنا لكن علي الحبسي أعتقد تربطني في صداقة ويمكن لعبنا في فترة آخر سنوات ولكن حتى علي الحبسي من الحراس اللي نفتخر فيهم على مستوى يعني على مستوى القارة وعلى مستوى سواء إقليميا يعني الاسم كبير في أوروبا أيضا من خلال مشاركته في الدوري الإنجليزي مع عدة فرق إنجليزية لكن هذا الشيء من عدم أنا يمكن تكلمت أنه إدواردو وخربين كنوع من اللاعبين المؤثرين جدا اللي ما يمكن المساس فيهم ولكن أنا لست مخول بالقرار النهائي أيضا القرار لازم يصحب إدارة فنية يعني أنا في وقت من الأوقات كنت مدرب كرة قدم فما بقرارات متفردة من رئيس النادي تكون قرارات مشتركة فيجب أن احنا نكون في توازن ما بين القرارات الفنية أي شخص راح يتولى إدارة الفريق فنيا يجب أنه يكون له قرار في اللاعبين ليس القرار أنه يجب أن نعمل فيه ولكن على الأقل يجب أن يكون هناك فيه اتفاق أو شبه اتفاق ما بينه وبين المدرب ما هي المدرسة التي سيبحث عنها الكابتن سامي الجابر المدرسة الفنية شوف هناك مدارس كثيرة ومو بشرط أن المدرب قد ينجح في مكان وينجح في المملكة العربية السعودية وإذا ما قصنا عدة أمثلة في سنوات طويلة لكن إحنا يجب أن نبحث عن أسباب نجاحها يجب أن نهيئ لها أسباب نجاحها وهذه مرتبطة أن العمل في الرياضة ومرتبطة في عمل كرة القدم ليست ومان شو هي منظومة المنظومة يجب أن تكون على أعلى مستوى أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن احنا نتوفق في الفترة القادمة احنا نتكلم عن فترة قد تكون لنا صالح فيها أو أفضل من الأفضل لنا حيكون فيها أسابيع كثيرة بحكم أنه نتكلم إلى تصل إلى من 15 إلى 18 أسبوع بحكم كأس العالم قد يكون عندنا وقت نشتغل فيه في فترة أطول ولكن مطلوب منا في نادي زي الهلال أن احنا ننجز في الأسرع لأنه احنا في نادي الهلال يجب أن تكون أمورنا كلها تكون للموسم القادم واضحة وأيضا نحرص معالي على كل صغيرة وكبيرة في أن الأندية كلها سواسية وعلى وجه الخصوص أنا بما أنه يعني أصبحت رئيس النادي الهلال أن يكون كل شيء جاهز في أسرع وقت ممكن سواء كان شوف أسبوع أني أحدد تقريبا أعضاء مجلس إدارتي وهذا يعني أنت تعرف مرحلة انتقالية من رئيس نادي وأعضاء مجلس إدارته إلى قد يكون أعضاء مجلس إدارة جديد رئيس نادي وأعضاء مجلس إدارة فبيكون هناك تواقيع بنكية أيضا انتقال من مرحلة إلى مرحلة ولكن يجب أن تكون مواكب للحدث وتكون يعني الأمور مرتبة في الأيام القادمة بمناسبة أعضاء مجلس الإدارة لابد أن يكون عندك الحين تصور ذهني أو على الأقل جمعت الأسماء في ورقة وقلم اللي أنت حتكون معك في إدارتك هل تم التحديد بشكل نهائي هل إن شاء الله ستكون الأسماء؟ خلال الأيام القادمة إن شاء الله تعلن يعني أعطينا أسبوع إن شاء الله في خلال أسبوع فستعلن أسماء أسماء معروفة رياضيا أم بعيدة عن الرياضة والله يمكن معظم الأسماء اللي بتكون متواجدة موجودة في مجلس إدارة مجلس إدارة الأمير نواف بن سعد في بعضهم موجود وفي بعضهم سيأتي من الخارج طيب هو يقول لك لست مخولا باللاعبين الأجانب هو يقول لك أنا مدرب كرة قدم سابق وأعرف هذه الأمور الآن يعني في النهاية رئيس النادي مش مفروض منه أو مطلوب منه أنه هو يعلن كل شيء الآن حيجي المدرب
وهيقر من يبقى ومن يرحل. تكلم عن أعضاء مجلس إدارته وقال أنه يعني قد يكون جزء منهم اللي موجود الآن والجزء الآخر متغير. هو طارق خليني أول شيء أشكر الزميل عبد الرحمن الحقيقة اللي يعني على هذا السبق اللي أعطاه للقناة وللبرنامج. ترى على فكرة دور العمل الميداني المراسل الميداني تلاقي من الظهر قاعد في النادي إلى الساعة 12 في الليل إلى 12 في الليل على فكرة من 2 إلى 12. ما هو غريب عليه ومن الأسماء المتميزة يعني كلنا نعرف هذا الكلام. سهل. بالنسبة لكلام سامي الحقيقة في تصريحه السابق كان مستغرب لأنه أعتقد أنه الهلاليين وغيرهم يراهنوا على الوعي الرياضي لهذا النجم وثقافته على اعتبار أنه لاعب نجم وكان إداري نجم وكان مدرب، وبالتالي يعني التصريح السابق كان فعلا موضع غرابة لأنه يخول لنفسه صلاحيات كان يرفضها هو عندما كان على نفس مقعد التدريب، وبالتالي كان يستغرب أنه يعطي لنفسه هذه الصلاحيات قبل أن يأتي الجهاز الفني ويصدر قرار مثل القرار اللي ذكر. ويبدو أنه ربما هو يعني ما وفق في التعبير وفي الكلام اللي يقوله والآن بيصحح الموضوع. صحيح. بالمناسبة في الجزء الثالث تكلم أيضا عن جزئيات مختلفة تماما عن علاقته بأعضاء الشرف ودورهم المهم والفعال، وتحدث عن تواصل المباشر معهم، وتحدث عن ياسر القحطاني، أسامة هوساوي، رحيلهم على النادي. خلونا نتعرف على ماذا قال عن هذه الجزئيات المهمة جدا في مشواره القادم. ما يتعلق ب ذكرت قبل قليل الجهاز الفني، انا بذكر لك الان موضوع اعضاء الشرف. انت ذكرت في تغريداتك عبر حسابك في تويتر انك حرصت على ان تتواصل مع اعضاء الشرف بشكل شخصي مع كل المؤثرين منهم. الدعم اللي تحصلت عليه كان دعما معنويا لدعم الكابتن سامي الجابر، اما ان هناك دعم ايضا على مستوى الماده بدون ادنى شك. عبد الرحمن سبقتني في الكلام وفي الحديث في السؤال هذا انه الهلال دائما قائم على رجالاته، وهذا الشيء يعرف عنه، وأعضاء شرف نادي الهلال لهم مواقف كثيرة وكبيرة في دعم هذا النادي وما وصل له هذا النادي بدون أدنى شك. أنه يعني رجالات الهلال على وجه الخصوص تتكلم عن أعضاء الشرف لهم مواقف كثيرة، لهم وقفات كبيرة. أنا بالنسبة لي لا أستغني عن أعضاء الشرف ودعمهم ووقفتهم معي بالدعم المادية والمعنوية، جزء ما لا يتجزأ مني أنا أني ارتباطي في أعضاء الشرف حتى من كنت لاعب كرة قدم إلى أن أصبحت إداري إلى مدرب. ودائما هذا واحد من أسرار أيضا هذا النادي الكبير أنه أعضاء شرفة دائما غيرون ويحبون ويدعمون، وهذا مثل كبير في مع الاستقبال الحار اللي وجدته من أخي الأمير نواف بن سعد ودعمه لي وكلماته، وأيضا إعطائي جميع ما أحتاجه في الفترة من نصائح أو حتى توضيح أمور كثيرة قد تكون يعني مهمة بالنسبة لي في المرحلة القادمة. أعتقد أنه هذا سر من أسرار نجاح نادي الهلال اللي هو يعتبر في أعضاء شرفه، وأيضا جميع الرؤساء اللي مروا. أنا 30 سنة في هالنادي، دائما المراحل الانتقالية ما بين رئيس إلى رئيس تحصل بطريقة لا تجدها في أي نادي آخر، في سهولة، في تفاهم، في حب يجمعهم شيء واحد، حتى وإن كان هناك خلاف لا يسمى دائما اختلاف وليس خلاف، لأن لا تجد كلمة خلاف أبدا، تجد اختلاف في وجهة نظر لكن لا يوجد هناك خلاف، وهذه واحدة من الأسرار اللي دائما ما تكون هي المهمة في علاقة أي رئيس بأعضاء الشرف. ما قبل الأخير، سامي الجابر لاعبا ثم إداريا ثم مدربا ثم رئيسا على مستوى المملكة العربية السعودية. أتذكر أسماء لكنها لم تصل إلى التدريب، يعني أتذكر أسماء بدأت كلاعب كرة القدم إدارة ثم تولت الرئاسة لفترات. سامي الجابر كيف سيتعامل مع إدارته في نادي الهلال كونه يفهم في كافة هذه التفاصيل؟ هل سيكون سامي هو سامي الإداري الرئيس أم سامي الفني المدرب أم سامي اللاعب في خلال تعاطيه مع أمور النادي؟ أعضاء مجلس الإدارة في لي وجهة نظر في مسألة أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة يجب أن تغير مفهوم أعضاء مجلس الإدارة، يجب أن يكون لهم دور في المنظومة في إدارة المنظومة الإدارية، ويكون في حرصت أن يكون في متخصصين أو تخصصات مختلفة حتى يكون أيضا لهم دور في عملية إدارة يعني في مساعدة في إدارة النادي. أعضاء مجلس الإدارة لا يقتصر فقط على شيء شرفي أو شيء حضوري، لازم أن يكون فيه أيضا له دعم وله فعالية وله أيضا متابعة وله أيضا إدارة يكون هو مسؤول عنها في 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 في, في, في النادي.
ما نحرص عليه في الفترة القادمة هو أيضا يجب أن يكون لنا علاقة كبيرة في جمهور نادي الهلال وقريبين من جمهور نادي الهلال، نفهم متطلباته نفهم احتياجاته ويكون لهم دور فعال ومشاركة بشكل كبير في أيضا مقررات النادي، لأنه نعرف أن كرة القدم مرتبطة دائما في الجماهير، بدون الجماهير لا تعتبر كرة قدم. اللاعب يبحث عن الجماهير، النادي يبحث عن الجماهير، لأن الجماهير هي مصدرنا في كل شيء، هي المصدر وهي المحك الحقيقي وهي الاسم الحقيقي والمعنى الحقيقي ومنجل وكل شيء للنادي. فيجب أن تكون شراكتنا أيضا مع الجمهور شراكة أكبر، ونحاول من خلال الفترة القادمة مع مجلس الإدارة، مع أعضاء مجلس الإدارة، أن نكون قريبين من متطلبات الجمهور سواء كان على المستوى الفني أو على مستوى أيضا ما يخص النادي من مستقبل. متطلبات الجمهور في آخر الأيام، حتى في فترة التحول اللي صارت على مستوى رئاسة مجلس الإدارة، حصل بعض الأحداث بعد تتويج هلال في الدوري. نعلم وشاهدنا أن ياسر القحطاني قد اعتزل، أسامة هوساوي قد ألمح إلى أنه لن يكون في الهلال الموسم القادم، كلام كثير يدور على محمد الشلهوب، ليست الصورة واضحة في هذه الملفات تحديدا. سامي، أتمنى أن تعطينا إجابات واضحة. بدون أدنى شك أن ياسر أعتقد أنه أعلن اعتزاله بشكل رسمي، وياسر قدم خدمة كبيرة لنادي الهلال والمنتخب السعودي، أعطى كل ما لديه، يعني تقدر تقول أنه الفارس ترجل. ياسر اسم كبير جدا، خسارة كبيرة، ولكن هذه هي سنة الحياة وهذه هي كرة القدم. اعتقد انه يجب ان يستفاد ايضا من ياسر في 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 المستقبل، لانه يملك فكر كبير، يملك طموح كبير. في السنوات الاخيره ايضا له امور كثيره، سواء كان في غرفه الملابس او حتى على مستوى المساعده الاداريه، وهذا ما اعلم انا ايضا. الاسماء اللي ذكرتها اسامه هوساوي اعتقد انتهى عقده، او ولكن بالنسبه لي انا لحد الان لم يعني ما دخلت بالتفاصيل اللي بالنسبه لاستمرار اللاعبين من عدمها. لا بس شلهوب تمون عليه زياده. محمد شلهوب اعتقد انه لا زال لديه ما يقدمه للنادي. يعني نقول للجمهور شلهوب موجود السنه الجايه؟ انا اعتقد ان محمد شلهوب لا زال لديه ما يقدمه للنادي كلاعب. وصدقني لما اكون في هذا المنصب لن يكون هناك مجامله لاي لاعب. انا اكلمك عندي نظرة بتكون الفنية وعندي نظرة بتكون الإدارية، ولكن المصلحة هي مصلحة النادي وما يعود إلى النادي. لكن يجب أن لا ننسى تاريخ وأسماء، التاريخ اللي يحمله هذول النجوم. النجوم لهم تاريخ كبير، يجب أن يكون هؤلاء النجوم أيضا مشاركين معك، أنه متى من إنسان أو متى من لاعب من هذا الأسماء قال لك أنا والله ما أقدر أستمر، يجب أن تحترم قراره. متى من كان قادر على العطاء هو من يحدد عطاء. وانت ترى ان الشلهوب عطاء بدني الموسم الجاي؟ انا اعتقد ان الشلهوب قادر على انه يعني يعطي زيادته، ليس فقط موسم. اوه ده خبر حصري سنتين. انا ما اعرف على حسب اللي يقرر محمد شلهوب. اخيرا نعم، ولكن اعتقد ان محمد شلهوب قادر انه يعطي. والله ودنا محمد الشلهوب هذا يقعد اكثر بعد، الله يعطيه الصحه والعافيه. ما اشوف هذا الشلهوب، هذا ما نقدر نتكلم فيه صراحه، حاله استثنائيه يعني. وش استشفيت من الجزء هذا؟ مليء ها؟ والله مليء، بس انا باخذه من منظور ثاني. اي شوف سامي، انا قد ارى لاعب محظوظ صح؟ اي هذه وجهه نظري يعني. انا لكن في نفس المقابل عنده لاعب طموح، وانا قلت له الفتره اللي جاء في الحلقه قلت له يعني انا اعترف فيك، اول شيء انك عندك طموح، عندك الذكاء، عندك الجاهزيه للتهيئ لاي فرصه يعني تسنح انك انت يعني تكون فيها يعني متحفز متوثب. اشياء كثير عند سامي الجابر قد هي يمكن اللي ساعدته وخلته يعني يمكن يستثنى في عن اللاعبين في سيرته ومسيرته، يمكن حتى وصل الى كما قلنا لاعب ومدرب ورئيس نادي، وهي يعني فعلا شيء استثنائي بالنسبه لسامي الجابر. لكن هي كمان ايضا في نفس الوقت هذه الفرصه الثمينه انك تعتلي هرم واحد من اكبر الفرق على المستوى المملكه العربيه السعوديه والقاره ايضا القاره الاسيويه. صحيح، يعني انت اليوم قد تخاطر حتى بتاريخك، فهمت يعني؟ هنا في خطوره كمان ايضا، قد ما هي فيها مكانه ايجابيه وعاليه جدا، قد يكون هنا يعني حجم مسؤوليه خطير. يعني انت وضعت تاريخك كله او مسيرتك كلها في ميزان من كفه واحده، ما عاد في كفتين الان، هي كفه واحده قد تميل بكل هذا التاريخ الى شكل يعني سلبي، وكنا نتمنى له شيء ايجابي انه يتوفق فيه.
فهو الجزئيه هذه يجب ان يحرص فعلا كثير عليها، لان هي هنا المخاطره هنا. وكمان في الان التكليف سنه، نادي عليه مسؤوليات كبيره، مكانته البطوليه، مكانته التنافسيه، مكانته الجماهيريه، مكانته الاعلاميه، ليست بسهله في نادي الهلال، والمسؤوليات ليست بسهله سواء على سامي الجابر او غير سامي الجابر. لكن فما بالك لما يجي نجم، هو نجم جماهيري، نجم من اكبر نجوم نادي الهلال وابرزها في السنوات الاخيره واكثرها جماهيريه، صحيح، من بين، فهو اليوم في محك صعب، في محك صعب يعني. وذكاء سامي الجابر قد يلعب معاه دور كبير جدا، وانا اتوقع انه هو ان يحفز ذكائه اكثر واكثر مما سبق في هذا الموسم القادم اللي هو فتره رئاسته او تكليفه السنه كرئيس لنادي الهلال، ان يعني يرمي بثقله في هذا الموسم حتى يحدث حدث ايجابي. شوف خالد، شوف تشعر انه فعلا داخل بيته. شوف هذا مع السواق، شفت سواق الفريق؟ انت تتكلم حاضر السواق، ترى اول من استقبل عبد الله الدعيه في النادي، النجم الجماهيري الاول يا صحيح، النجم الجماهيري الاول. يعني انت اصلا يعني تتكلم لو حتى الى فتره تدريبه الاخيره في نادي الهلال والدعم الكبير الجماهيري اللي هو كان يستشعرون فيه حتى كنجمهم، حتى لما انتقل الى كذا 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 فريق سواء في السعوديه او في منطقه الخليج، حتى جمهور الهلال قاعد يتبعه بدعم عالي جدا. فما بالك اليوم هو يعتلي هرم نادي الهلال. اعتقد انه هو يكفي انه هو يمكن رئيس، حتى هذه حاله استثنائيه ايضا خاصه يمكن لسامي الجابر، انه اول رئيس يجي وهو يحظى بشعبيه جماهيريه عاليه. صحيح، فهذا كمان شيء من مميزات، هذه عوامل ايجابيه كثير. شاد عناقه مع عبد الله الدعيه، ايه، وقال احنا كلنا وراك. يا جماعه اللي وراه مش يوسف الجراح ولا لا؟ لا فهد، الا يوسف الجراح. ها؟ كان يصور يعطيك خيرها صح؟ في النادي. شفت؟ فهذه مميزات كثيره وعوامل كثيره بالنسبه لسامي الجابر. صحيح. فيجب هو بالنسبه له انه يقدر هذه العوامل الايجابيه ويستغلها بشكل ايجابي، لانه هو في مرحله وفي محك صعب حقيقه يعني. صحيح. محك صعب جدا. نعم. اتمنى له التوفيق. هو طبعا طارق، الجمهور ومحبين سامي لابد يفرقون، لابد انسوا النجم، النجم اللي كان يهز الشباك واللي ما تقدر يا ابو عبد الله، لابد عشان ما تضغط عليه. أيه. علشان ما تضغط عليه في عمله، يوم صار مدرب ضغط عليه، ويوم صار مدير فريق برضو. انا اتكلم الرجل هذا انتم تحبوه، بس اعطوه فرصه يعمل يعني، لا ما ابغى يعني يصير في احتفاليه وضغط عليه من الان. انا بالنسبه لي هذا شيء ما تمنيت انه يكون بهالشكل هذا كله ورا سامي الاضواء. هو صح لاعب نجم ولاعب الاضواء تبحث عنه، بس انا اتمنى اذا اخذ خصوصا منصب زي هذا، منصب ما هو سهل يا جماعه الخير. هو صحيح الرئاسه اسم كبير جدا لنادي كبير جدا، ولكن العمل اللي ينتظر سامي يعني عمل صعب جدا ومرهق. الشيء اللي انا يعني مرتاح بالنسبه للكابتن سامي وحتى كابتن حاتم، ان هناك في رجل طرح فيهم الثقه وقال بدعمكم، انتهى الموضوع. يعني ما انتظر انا عضو شرف يعطيني، ولا انتظر ان يرسل عضو شرف الان، لا، الان الهيئه وسعاده المستشار معك، بيوقف معك في كل قضاياك. وسامي قال قريبا ستكون علينا قضايا، قالها في الجزء اللي قبل. فلذلك انا اقول يعني من الاشياء برضو الجيده اللي ذكرها سامي، قال في متخصصين معي. على فكره شوف الامير فهد بن محمد موجود، وهذا الرجل هذا من الشخصيات، هذا الرجل حسب ما انا اسمع واستشار جميع كتلة فنيه تمشي على الارض، يعني عنده ما شاء الله رؤيه فنيه وابعاد غير طبيعيه الحقيقه. يعني سامي معلش قبل ما انسى، المتخصص فنيا الان بيصير جزء كبير جدا عليه اداري، فهو قال لك انا عندي تنفيذيين متخصصين، وهذه خطوه جدا يعني جدا كبيرة لنادي الهلال، لأنه أنت نادي الهلال ليس كرة قدم فقط. سامي يمكن بيحمل جزء كبير جدا من العمل الفني والأمور الفنية، ولكن في أشياء ثانية في إدارة الهلال في ألعاب مختلفة تبغى مراقبة ومتابعة وتحتاج دعم. يوم قال جزء من الإدارة السابقة حيكون معي، فعرفت أن هذه خطوة جدا ممتازة عشان تحول هذا اللي بيصير في الهلال في إدارته لا يكون فيه اهتزاز. صح. نعم. بس على فكره ترى يوسف الجراح كان حارس مرمى في الهلال الاول، كان هو حارس احتياطي لابراهيم العبود. والله. اي يوسف الجراح كان حارس مرمى. هذا خبر. بس اعتقد يد. اي. قل حارس يد حارس. لا حارس يد مش حارس.
لا اعتقد بطلان لا 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 حارس مرمى كرة قدم اعتقد ولا كرة ماء اعتقد كرة قدم ولا كرة ماء لا بلاش اختراع الله يخليكم بلاش اختراع والله انا اقول اللي قاله بعد ما صار له باقي لنا دقيقتين قبل الفاصل ولا كم ناصر؟ لا دقيقتين يلا العارض الصحي اللي اصاب يوسف الجراح قبل سنتين تقريبا او اكثر من سنتين مسافر امريكا الحمد لله اللي كان في امريكا وصاب العارض الصحي وجاي انا اول سمعت فهد يقول كلمة اول سمعته انت قلت انا معترض على على سامي انه يكون رئيس صح ولا لا 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 مو القرار مو قرار دخول الجمهور ها قرار دخول الجمهور اللي اتخذه انا ضد هذا القرار بتوضح مع الكل لا دقيقه خلينا نوضح محمد يلا لا دقيقه اسف نرجع لكم الجزء الاخير في مثل هذا المحفل مقبول يعني مبدئيا يعني مقبول انه الجمهور جاي يحتفل بالرئيس وانه نجم الفريق الاول وهذا ما عندك مشكله لكن فيما بعد مسألة فتح الجماهير انتهت هذه أصبح الآن الجزء منها جزء استثماري كبير جدا أصبح حتى كل مدراء أو مدربين كرة القدم في العالم يفضلون خصوصا المدربين المحترفين يعني بمعنى الاحتراف الحقيقي أي أنه منكم بدايات التمرين يكون مفتوح لكن يغلق لأنه أصبحت الكرة القدم يعني فيها 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 تفاصيل دقيقة وفيها جزئيات ففتح المجال ايضا حتى احيانا تحدث فيها مشاكل ممكن يدخل الناس مش من الجماهير الحقيقيه اساءات للاعبين وشفنا مثلا الان خصوصا انتشار مواقع يعني القدره على التصوير وما الى ذلك ما عاد يبغى يروح الان في تويتر مكتفين هناك يوصلون اي لا انا عشان كذا اقول لك الان الافضل انه يعني تبقى المسائل الفنيه بين المدرب ولاعبينا في معزل عن الظهور الاعلامي عن الانكشاف هذا وجهه نظري ممتاز طيب لا بس خليني اكمل يوسف الجراح لا اترك يوسف الجراح تقول لاعب في الهلال ومعلومه ومش معلومه بنتاكد دقيقه ان شاء الله انه معلومه دقيقه احنا نكلم يوسف الجراح بالفاصل ونتاكد منه ابو محمد قبل الفاصل قبل بس على فكره لمؤاخذه الان طبعا من النوادر انه يكون عندك اليوم رئيس النادي هو مثلا لاعب كره قدم سابق واداري ومدرب اليوم سامي الجابر لا يحتاج لجنة فنية في النادي خلاص هو بحاجة لجنة فنية هو بحاجة يحتاج برضه بحاجة حتى هو رئيس النادي حتى لو هو رئيس القضية ما هي قضية انه رئيس نادي ولاعب القضية قضية انه في نادي كبير سامي الجابر الان اللي بيتوقع نجاحه كله اراء عاطفية ذا واللي بيعزف على وتر انه وزي ما قال ابو خالد انا معاه انه النجم الجماهيري الاول في مدرج الهلال صح لكن احبوه من خلال الهلال واي اخفاق للهلال ربما النجم ذا يتحول في 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 نظرهم الى نجم اخر يطالبوا بشيلته يطالبوا بضروره التغيير تعرف انديتنا وخاصه الانديه الكبيره يحكمها النتائج اذا حدث هزه لاي نادي كبير الذهاب كله لا يذهب اول ما يذهب لرئيس النادي صح. على ضوها يبدا العد تنازلي لكن انا معك ان سامي حقيقه قدره رائعه وبالعكس الاختيار كان موفق والدعم موفق اعضاء الشرف انا مع ابو عبد الله اعضاء الشرف الان حقيقه ما قصروا اللي ينكر دورهم صحيح. حقيقه هذا رجل جاحظ صحيح. هم من ساهم في بناء الرياضه هم من ساعد الانديه هم الى اخره لكن اليوم احنا في مرحله جديده ولا شك ان سامي ايضا له علاقات الكبرى بكثير من كبار اعضاء الشرف اذا بيبغى يدعموا سامي قبل ما يدعموا الهلال لكن الناس الان ما تبغى ساعمل 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 تبغى فعلته 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 حكيت صحيح. الآن تقدم لي مثلا وعود أن سنجيب مدرب عالمي سنلغي عقد فلان لا كل هذه وعود على ورق الآن أتمنى من الكابتن سامي وسامي حقيقة من الناس اللي ما ينقصوا الذكاء انتهى مسألة التلميح بمثلا سنفعل وضح خلاص في أول اجتماع لك ثاني اجتماع بعد أسبوعين بعد شهر وضح للجماهير الهلال أن فعلنا اتصلنا مدرب الجهاز الفني حيكون كذا اللاعبين الأجانب مركزين على فلان وفلان وسيتم تغيير فلان ما فيها شيء بالنسبة للشلهوب أنا أحب الشلهوب وأحترم الشلهوب وما في ما في ما في مشجع كرة قدم في المملكة العربية السعودية ما يحب محمد الشلهوب صحيح. شعبية جارفة هو النجم الأول على مستوى المملكة في المدرجات لا هلال ولا نصر ولا أهلي والاتحاد لكن أتمنى من محمد الشلهوب ألا يسمع الآراء العاطفية محمد أنت أعطيت أنت الآن النجم الهلالي الأول اللي رفع بطولات فأتمنى يا محمد ألا تسمع سامي ولا تسمع علي ولا تسمع محمد أسمع رأيك أنت هل يا محمد اللي أشوفه أنا أنك وصلت المرحلة لابد من خلالها أن تعلن الاعتزال
ودورك حيكون كبير في الكابينات في غيره. تبغى يسمع رايك بس ما تبغى يسمع راي سامي جابر ولا يبغى يسمع راي احد. هو رايه ما اقول رايي لكن أي. لكن لا اقول له لا اسمع لا احمد ولا علي ولا محمد انت اسمع رايك. اوكي حكايه اللي الان بيعرف خلاص تكفون بس باقي جزء واحد ما خلصنا. دقيقه سريع ابو محمد انت تتكلم على اللاعبين وحاجيات الفريق ترى كل نادي مدربه قبل حتى المقال زي دياز هذا المفروض يكون يكتب تقرير طبعا كامل مفصل مكتوب جاهز الإدارة والمدرب الحالي برضه بيقدم تقرير صح بناء صح عليه ممكن هو اللي يحدد يكون إيه؟ الرؤيه في اللاعب شنو هو بيقول كل محمد طيب بس يقول لك ما يحتاج لان سامي هو الرئيس قلت لا يحتاج اللجنه ماشي صح في الجزء الاخير في الجزء الاخير من حديث الكابتن سامي الجابر حديث مهم ايضا على هيئه الرياضه والشيء اللي قدمه رئيس الهيئه في فتره وجيزه ومقارنه بما قدم في فتره سابقه بناء على حديث الكابتن سامي الجابر بعد فاصل قصير مع أحمد البريكي وعثمان أبو بكر مالي وبقية الزملاء نروح لفاصل قصير ونرجع إن شاء الله نكمل ما تبقى من الحلقة. أهلا وسهلا فيكم في الجزء الثاني من الخيمة متواصلين معاكم في كثير من الأحداث الرياضية ومناقشين الأخبار كنا في تفاصيل الكابتن سامي الجابر حديث الجزء الأول والثاني والثالث مع الزميل عبد الرحمن الدحيم تكلم على مجموعة نقاط خلونا نتعرف على الجزء الرابع والأخير من حديث الكابتن سامي الجابر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال كلامه عن الهيئة العامة للرياضة ماذا قدم رئيس الهيئة خلال 4 شهور ومقارنته أيضا في فترات سابقة. قبل توليك للرئاسة أعلم كنت قريب من معالي المستشار فيما يتعلق بالرحلات الخارجية القرعة اللي كانت في روسيا حتى في لعبة البلوت كنت مقابلا له بالتأكيد أنك اطلعت على الكثير من أفكاره بصراحة أبو عبد الله وأنت قريب منه ترى الطريق إلى رياضتنا السعودية طريقها فعلا بات أمرا أفضل بكثير مما كنا عليه في السابق. دعني أحدثك عن شيء يمكن البعض يعتقد أنك لما تتكلم عن معالي المستشار تتكلم برياء وقصدك الرياء والسمعة والمجاملة ليس أنا من أقيم فقط عمل رئيس الهيئة من يقيمه ما شاهدناه في السنوات الأخيرة مثل قصدي في 30 سنة في الرياضة يعني ما هي الملفات اللي في 30 سنة عملت في تقريبا في الفترة اللي راحت في 5 إلى 4 إلى 5 شهور لا يتكلم عنه سامي الجابر ماذا يعمل أو حتى لو اختلفت أو اتفقت أو اختلفوا الجميع أو اتفقوا يبقى العمل هو من يقيم هذا الشخص ما عمله معالي المستشار في 4 شهور لم يعمل في أكثر من 30 سنة ملفات وأشياء لأن الرياضة ليست فقط كرة القدم وحط تحتها سطرين الرياضة فيها مسميات كثيرة فيها رياضة ذهنية فيها رياضة إلكترونية فيها اختصر الوقت كله وعمل بجهد عمل من أجل الوطن عمل لأنه يحب الوطن أعطى كل ما عنده واختصر الزمان والمكان ودائما أقول لك إياها حتى يكون الأمر واضح كل إنسان يعني لما تيجي تقيم أي إنسان أنا بالنسبة لي لما أقيم معالي المستشار حتى اللي أنا حكيت لك عن كل الأشياء اللي أنجزها ليس فقط أنجزها يعني كانت في السابق في أشياء ممكن تقر ولكن لا تنتهي هو يقرها ويتابعها وينهيها وهذا ما وصلنا في المرحلة السابقة إلى أشياء كثيرة تمت في فترة وجيزة مقبلين إن شاء الله على تغيير كلي في البلد ليس فقط على مستوى الرياضة نتكلم عن رؤية 2030 فيها الكثير من المعاني فيها الكثير من الرسائل يجب أن يعني أن نواكب هذا التطور هذا الرؤية أن يكون دائما يعني رؤيتنا بنفس رؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله اللي يقول لك نلامس عنان السماء إن شاء الله تعالى أشكر لك قبولك الدعوة أشكر لك أن خصيتنا أيضا بهذا اللقاء وأشكر لك أن تعايشنا معك اليوم الأول منذ العشاء اليوم حتى منتصف الليل أشكرك وأشكر يعني أنا بالنسبة لي هذه يعني ممكن تكون دائما بيكون هناك لقاءات ولكن أود أن تكون تقريبا اللقاءات مقننة في الفترة القادمة خصوصا نبغى نركز على الشغل أكثر من لقاءات بالملاعب إن شاء الله شكرا للكابتن سامي الجابر الأستاذ سامي الجابر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال شكرا لكم أيضا أنتم من منحتونا من وقتكم أتمنى إن شاء الله نكون هذا اللقاء قد حاز على رضاكم واستحسانكم نلتقيكم إن شاء الله في مناسبات قادمة إلى اللقاء شكرا عبد الرحمن الدحيم
شكرا على هذا العمل الكبير الحقيقة والمميز. الأسئلة المباشرة الموجهة اللي ما فيها لف ولا دوران، والإجابات أيضا المقنعة من الكابتن سامي الجابر. عبد الرحمن دحيم كعادتك ما شاء الله، يعني التحضير عندك عالي جدا والتميز راقي في أدائك وفي عملك. تكلم عن الجزئية الأخيرة علاقتها بالهيئة العامة للرياضة، قال لك يا أخي أنا هذا لا إرياء ولا نفاق ولا شيء، العمل الواضح هو واضح بالنسبة لي. وتكلم أيضا عن جزئية أخيرة أنه اللقاءات تكون مقننة، التركيز على العمل في فترة قادمة. والله صحيح، طبعا عمل الهيئة العامة للرياضة كلنا نشوفه، يعني بغض النظر عن يعني الفرق اللي صاير قبل والآن بالهيئة، ولكن نشوف الرزنامة، احنا تكلمنا عنها كثير انه في رزنامة من الأعمال ومن الإنجازات، وفي ديناميكية وفي سرعة في اتخاذ القرار، وفي تجاوب أيضا مع الجمهور ومع الأحداث الرياضية اللي تصير. أنت ما تقدر تكون في قطاع رياضي، قطاع يعني في الشباب، وتكون بيروقراطي بطيء، تعزل نفسك عن المحيط اللي أنت عايش فيه. أنت يجب أن تقود، لأن شخصية القائد هي تنعكس على كل اللي تحته. فإذا كان القائد خلني أقول لك ارستقراطي وبطيء ويحب المخاطبات الطويلة والإجراءات المعقدة والروتينية، فذق تمام الثقة أنه جميع الاتحادات وجميع القطاعات اللي تتبع الهيئة بتكون على نفس الرتم. اللي حنا شفنا أنه بين ليلة وضحاها لقينا أنه الهيئة العامة للرياضة والرياضة في مستوى المملكة كلها بدأت تكون جزء من التحول الوطني اللي حنا نشوفه الآن. لو نرى وزارة الصحة وزارة التجارة وغيرها من القطاعات الأخرى بدأت يعني تفقد كثير من البيروقراطية اللي كانت تعاني منها، وهيئة الرياضة تتخلص منها. ولكن هيئة الرياضة كانت بطيئة بالتجاوب مع هذا التوجه اللي على مستوى المملكة كامل. اللي سواه معالي المستشار أنه فعلا يعني أثبت أنه الهيئة هي هيئة للرياضة والشباب، حتى لو لم يكن في مسماها الشباب، ولكن هيئة شبابية، هيئة مرنة، هيئة تتعامل مع الأحداث أول بأول، حتى على مستوى إبداء الرأي. أنت مو لازم أنك تكون معي أو تتفق معي في كل شيء أقوله، ولكن أنا لي توجه ولا أفرض على أحد في بعض الملفات، وشفناها أنه كان في اعتراض أو كان في اقتراحات أنه المفروض أنه ما يصير، ولكن رأينا أيضا احترافية في كل شيء هم ينظمونه. علاقة الكابتن سامي الجابر بالهيئة العامة للرياضة هي نفسها علاقة الكابتن محمد نور، علاقة الكابتن محمد ماجد عبد الله، علاقة كثير من النجوم اللي المفروض خبراتهم اللي على مدى عقود في الرياضة وكرة القدم المفروض انه يكتسب منها. اوكي، انك ما تعزل صانع القرار عن ابناء اللعبة. الان احنا نرى يعني اشدنا كثير مثلا في انتخابات النادي الاهلي المصري، وانه لاعب الان يرأس كيان كبير زي هذا. اليوم احنا نشيد ايضا بالتجربة هذه، ونطمح ان نشوف التجربة هذه اللي المفروض على الورق انها تكون من انجح التجارب، بما انه تدرج بين اداري وبين مدرب ويعي احتياجات الفريق الاول على الاقل بشكل كامل. بالمناسبة سامحني بس، في كثير من الناس يعني الان تقول لا يا جماعة الخير انتم قاعد تخصون تجربة سامي الجابر مع الهلال لان هي التجربة الاولى في الملاعب السعودية. نعم صحيح، لو ما قرناها بكابتن عبد الرزاق ابو داود وكابتن احمد عيد وكابتن حمد الصنيع، احنا نتكلم عن لاعب ومن ثم اداري ومن ثم مدرب واخيرا رئيس. هذا الفرق فقط يعني. الاسماء اللي ذكرتها ما عمل في مجال التدريب. نعم صحيح. والنقطة هنا ان يعني هل سينجح سامي الجابر في ملف رئاسة نادي الهلال ام لا؟ انا اقول لك يمكن 60% من الإجابة بنعرفها إذا أعلن عن أعضاء مجلس الإدارة، لأنه سامي الحالة ما يقدر يرأس نادي. إحنا نبغى نشوف الأذرع التنفيذية الاستثمارية الاستراتيجية التسويقية الاحترافية، كل الأذرع أبغى أشوف من بيمثل الملفات هذه. العمل التكاملي متى ما كان في عمل تكاملي واضح إنه اللي موجودين يكملون خبرات الرئيس في أي منظومة مو بس بنادي الهلال. طيب. أنت تقدر تقول إنه 60% من احتمالية النجاح موجودة. يبقى 40% اللي هي أدائهم وعملهم ورغبتهم بإحداث فارق. أنت تتكلم عن منظومة نادي كاملة. طبعا صحيح. ما تتكلم عن كرة قدم. لا. شوف أبو زياد، الآن الأندية أنا بقول لك خاصة خليني أقول لك الأندية اللي جمهورها يتوقع منها بطولة الموسم القادم بيكون شغلها مختلف تماما عن جميع السنوات الماضية. الآن احنا شفنا في تغريدة البارح لمعالي المستشار يقول لك إيرادات نادي الهلال بتكون تتخطى 160 مليون.
هذه تقريبا مضمونة. نتكلم على 160 مليون، يعني احنا نتكلم على موسم 2018-2019 قد يكون أول موسم ملياري في تاريخ المملكة العربية السعودية، أن صرف الأندية وإيراداتها راح تصل للمليار ريال، ما عمره مر الرقم هذا. مليار؟ مليار نعم. الموسم القادم. أنت قاعد تكلم نادي الهلال فقط 160 إيراداته المضمونة 160 مليون. أوكي. طيب أنت تتكلم نصر، اتحاد، أهلي، هلال. لو كل نادي 100 مليون حيوصلون المليار. وهذا مليار ترى ما قد مر في تاريخ المملكة العربية السعودية أنه يكون حجم كرة القدم أو دوري كرة القدم الممتاز مليار ريال. هذه نقلة يعني نضع تحتها يعني خليني أقول لك بأمانة 50 خط، مليون خط. ليش؟ بدأ التحول من أول كان النظرة عن كرة القدم تحديدا والرياضة بشكل عام أنها هدر للمال. الآن أنت قاعد تقول أنا بحولها الاقتصاد، واقتصاد بمعنى اقتصاد وليس اقتصاد يعتمد على الإيرادات الحكومية أو الدخل الحكومي فقط. أنت عندك رعاة على أعلى مستوى، عندك الآن في زيادة في عدد الأندية، عندك مسابقة. أن شفنا يعني من قوة الدوري بغض النظر عن الظروف اللي صارت لم ينهى إلا في الجولة الأخيرة. هذا معناه أنه عندك منافسة بغض النظر عن وش اللي صاير. هذا معناه أنه في فرق كان من يعني كنا احنا نتجه الى ان نصير نحاكي الدوري الاسباني بانه ثلاث اندية هي اللي تحقق الدوري. الان صرنا ما حد يعرف المباراة، يعني كل مباراة صارت مباراة. وهذا يحسب يعني بالمقام الاول بصراحة الهيئة العامة للرياضة، لانه الاتحاد السعودي لكرة القدم هو ذراع من اذرع الهيئة. بغض النظر نحن نقول الاتحاد هو يعني هو مستقل ماليا واداريا طيب، ولكن انا محتاج الدعم الحكومي ليس فقط المالي ولكن ايضا بفتح الابواب المغلقه امامي. طيب احنا من اول كنا ما نقدر نوقف استيراد يعني ملابس الانديه المقلده. الان انت تشوف انه الرياضه صارت ايضا تتعامل مع بعض القطاعات الحكوميه اللي كانت تنظر للرياضه بشكل دوني، صرت تتعامل معها الآن وأنت تقول له أنا شريك معك في التنمية. هذا ما كان قبل ترى أبو زياد. ومن حق الرياضيين أنهم فعلا يشكرون. طيب أول شيء قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حكومته وسمو سيدي ولي العهد على الاهتمام، لأنه هذا الاهتمام ترى جاي من القيادة ممثلا بمعالي المستشار اللي كان اللي احنا نشوفه الآن أنه فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب. نختلف في بعض القرارات، نختلف في بعض الأعمال، ننتقد ونقول أنهم أخطأوا، ولكن اللي ما يشتغل ما يخطي. ما في شك. على قد ما تشتغل وعلى قد ما يكون شغلك كثير، على طيب. قد ما تكون أخطائك كثير. ماشي. كابتن سامي الجابر في الحوار في الجزء الأخير تكلم على موضوع الهيئة العامة للرياضة وتحدث عن الرئيس الهيئة وقال ما قدم في 4 أشهر لم يقدم خلال 30 سنة. نعم. هو شوف طارق، في مثل عربي يقول أعطي القوس باريها، وعندنا مثل محلي يقول أعطي الخبز خبازه ولو أكل نصفه. صحيح. أنا أعتقد أنه التوجه في هيئة الرياضة أو الاستراتيجية في هيئة الرياضة أو مبدأها الجديد القادم أنه أنت أعطي أهل الكار الفرصة والمجال حتى يشتغلوا. يعني المسألة أنا أعتقد لا تعتمد فقط على علاقة شخصية بين معالي رئيس الهيئة وبين الأسماء الرياضية اللي هو أبرزها في مواقع مهمة جدا، إنما هو استراتيجية، هي استراتيجية ومبدأ، بدليل أنه في بعض الأسماء اللي اختفت تقريبا من الساحة في أنديتها، اختفت تماما يعني لفترة طويلة. وبعض على سبيل المثال عبد الله خوغير الفترات الماضية ما كان حتى يعيش في البلد، لكن هو من أبناء اللعبة، من أبناء النادي، أظهروا القرار وجابوا يعمل في النادي. ونفس الكلام بالنسبة لحمد لحاتم خيمي اللي ابتعد عن مجال النادي تماما وأصبح أكاديمي يحاضر في الجامعة وإعلامي في أحد القنوات. ظهور هذه الأسماء بالإضافة إلى رخانة خليجية، بالإضافة إلى أحب أسمي أنا المسميات الإعلامية في برنامج كورة. نعم يعني بالعكس نعطيهم حقهم على الأقل، لأن ما احنا يعني لا ما في عندنا حساسية أبداً. بالإضافة طبعا نحب الناس كلها إلى
الى سامي اللي ما كانت عنده توجهات اداريه وايضا اسم جديد ظهر البارح في تعيين رئيس نادي القادسيه اللي هو سعد الزامل. سعد الزامل مساعد. سعد الزامل مساعد الزامل يمكن كثيرين ما يعرف انه هذا من ابرز الناس المهتمين بكره الصالات الرياضيه صحيح. في نادي القادسيه وعنده نشاط كبير في هذا المجال في المنطقه الشرقيه، فهو ايضا من المهتمين بمجال اللعبه وكره القدم ومجال مهم، وبالتالي هو عنده الفكره الاداريه. فاعتقد الاستراتيجيه هذه والتوجه قبل العلاقه الشخصيه، المعرفه الكامله والاعتراف بقدرة هذه الأسماء من خلال تجارب، من خلال سنوات، من خلال التواجد في اللعبة وفي الأندية، هو ربما كان الدافع وهو يحقق الاستراتيجية اللي يعني تصير عليه الهيئة، وهذا ما أكده سامي في كلامه والكل يتحدث عنه. جزئية ثانية اللي هي بالنسبة تختص بسامي ومسألة أنه قد لا يجد دعم من أعضاء الشرف، أعتقد كان أبو محمد يتكلم عن هذه الجزئية، أنا أقول ربما العكس تماما، أنا أعتقد أنه سامي قد يجد بالإضافة إلى المبالغ اللي ذكرها الأستاذ أحمد والدخل المتوقع، أتوقع أنه سيجد دعم كبير جدا ربما يفوق ما وجده الرؤساء السابقين. أنا كنت في أستراليا جلسات طويلة مع الكابتن سامي وتحدث عن الفترة اللي كان جاء فيها مدرب، كان حديث شخصي ودي، وقال انه الدعم اللي وجده كمدرب من اعضاء الشرف كان دعم كبير، وقال بالحرف انا رحت لاحد اعضاء الشرف سماه طبعا وطلبت منه قلت له بليز هيلب مي، فهو اعطاله يعني زي اصبح ما يشبه الشيك مفتوح. ونتذكر الاستقطابات اللي جابها في الفتره ديك، الاسماء اللاعبين اللي جابهم النجوم كلهم جابهم بدعم خارجي ليس من الاداره. فاعتقد انه صداقه سامي باعضاء الشرف ودعم اعضاء الشرف له 100 مليون تقريبا، وشفنا اليوم في 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 اللقطات، اعتقد انه هذه كلها ستجعله يجد الدعم. نقطة أخيرة بس أتكلم عنها بالنسبة أيضا للجمهور، ربما أيضا سيجد سامي دعم من جماهير الهلال يعني بشكل كبير يفوق ما يتصوره البعض. ليش؟ لأنه الجماهير حبته والجماهير تثق فيه، وعندما تحبك الجماهير وتثق فيك تصبر عليك، تثق في قراراتك وتصبر عليك حتى إذا كانت هي يعني غير يعني غير مقتنعة ببعض القرارات، لكن ثقة فيك على الأقل تصبر عليك حتى يظهر نتاج القرار اللي أنت اتخذته، وبالتالي ربما تبادر إلى أن تلغي القرار أو تصححه قبل الجماهير. طيب نبي خلاصة أخيرة بس عشان بنقفل الموضوع حنروح إلى محور ثاني، أعطنا كذا خلاصة أخيرة. الخلاصة في موضوع هي الموضوع له أكثر من جانب، نتكلم على ما ختم به الكابتن ياسر القحطاني في مسألة دعم هيئة الرياضة والحراك اللي أحدث. سامي جابر تقصد؟ أنا قلت مين؟ ياسر القحطاني. ها؟ ياسر القحطاني. ياسر القحطاني عن انفراد. كلهم هذول. عن انفراد، عن انفراد. الحراك اللي حدث اللي يحدث الآن من هيئة الرياضة والحراك في الوسط الرياضي بشكل عام هو توجه دولة. تحول صحيح من الدولة وبدعم من القيادة الرشيدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. هذا الحراك قد يجد عند بعض المتلقين بعض الاعتراض أو بعض عدم القبول، وقد يفسر كثير من الإشادات فيه لأنه ثقافة مجتمع من يفسر هذه الإشادات على أنها نوع من التطبيل لرئيس هيئة الرياضة والاتهامات اللي طارتنا جميعا يعني. وهذا الأمر مستساغ عند لأن هي ثقافة مجتمع، مجتمعنا يكره المداحين ويرون أنه هذا الأمر خارج عن المألوف ولم يتعودوا عليه. حتى ما يحدث الآن التسارع الكبير اللي يحدث في الساحة الرياضية لم يستساغ، لكن مع الوقت وهذا أنا أجزم فيها تماما مع الوقت سيبدأ الجميع في تقبل هذه الأشياء واستساغتها، بدليل أنه قبل سنوات بسيطة جدا كان انتقال نجم من نادي إلى أي نادي آخر يعتبر حتى لو الاحتراف الخارجي يعتبر مصيبة أو كارثة لا يتقبلها الجمهور. أي صحيح. الآن جمهور الهلال يتقبل مسألة خروج الكابتن أسامة هوساوي ولم نشاهد حراك الاعتراض أو الامتعاض الكبير أو لأن أصبحت في هناك قناعات، وأنا أذكرها يمكن تتذكر
ما حدث في قضية التشفير قبل 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات والزخم الكبير والاعتراضات اللي وصلت حتى أصبح التشفير مسألة يعني متعايشين معها ولا يوجد فيها أي اعتراضات. ما يحدث حاليا من حراك قد لا يستصيغه بعض البعض لكنه توجه دولة ممتاز سينفذ وبدأت خطواته إن شاء الله وستصل بإذن الله مع هذه الخطوات وفق عدل ومنافسة. طيب. ونقطة مهمة جدا أخيرة لو سمحت آخر شيء اللي هو كثير خاصة في طروحات الوسط الرياضي في مواقع التواصل اللي هو فكر المؤامرة وأنه كل ما دعم نادي فسر على أنه على حساب نادي آخر. هذه الحكومة من أعلى قيادة وضعت الركيزة الأولى لها بعد العقيدة الإسلامية وترسيخ الدين الإسلامي محاربة الفساد وشاهدنا صحيح. الخطوات الكبيرة في محاربة الفساد. لا يمكن أن تحارب هذه تكون عندك مبدئين لا يمكن لهذه الحكومة أن تحارب الفساد على أعلى المستويات وأن تسمح به في الوسط الرياضي. طيب. لا يمكن هذه أجزم فيها لا يمكن. الميدان يا حميدان الأندية ستدعم بالتساوي الأندية ستحظى باهتمام ورعاية من يخطئ سيعاقب ومن ينجح سيكافئ ممتاز. ومن يجتهد سيكافئ ممتاز. بالمناسبة ترى يا جماعة الخير أسامة هوساوي لم يوقع حتى هذه اللحظة لنادي الوحدة ولكنه وحداوي. طيب ولكن بس ما وقع لكن التوقيع الرسمي ما تم ولكنه لاعب وحداوي بالمناسبة. طب لحظة طرح قبل شوي عندنا أنه يوسف الجراح لما طلعت للقطات قبل شوية في استقبال الكابتن في زيارة سامي الجابر نادي رئيس نادي الهلال للنادي طلع يوسف الجراح موجود فصار في حديث بينه. أنت قلت حارس إيش كان إيش كان إيش ما شيء قلت كرة يد أو شيء لا ما تذكرت أنه قاعد بالدرعية قاعد يسبح بال قاعد يسبح بالدرعية عندك نعم عندنا في البحر نعم ما ينكر بطلال. طيب وانت ايش تقول حارس ايش؟ انا اقول حارس يد حارس كرة يد واحد يقول لك حارس كرة ما في شيء اي رأي اخر؟ لاعب كرة طائرة سباق الهجن سكواش عند مين يا شباب؟ سكواش؟ ما في سكواش عند ابو خالد ابو طلال عند ابو خالد مره ابو طلال اهم شيء انه رياضة مره يا ابو طلال انا جاب لي اصابة هو سببها ابو طلال الله يسعد مساكم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا حبيبي وحشني كيف حالك؟ هلا والله ابو طلال هلا حبيبي ايش اخبارك يا حبيبي الله يبارك في عمرك. اقول لك ايش رايك اسمع ايش رايك في المزايده هنا كره طائره كره مويه كره مش عارف ايش طائره ومويه ويد وقدم صح؟ لا وسكواش جراندايزر هذا مو يوسف الجراح. اول شيء الله يسعد مساكم كلكم يا حبيبي. عندي وقت ولا كلمتين ومشي نفسك يا سيدي عندك ثلاثة ساعات روح حبيبي. لا هي كلها مخلوطة على بعض عارف ليش؟ ايوه لأن حارس المرمى اي يستخدم يده اوكي ويطير يجيب الكورة اوكي ويلا يطش يشرب موية يلا يا دعي اكمل ايوه هذا صار سوبرمان على كذا قال لك قال جراندايز سكواش هذا ما ادري عاد كيف فجأة. طيب. لا ابدا انا اعود من كلمه انا كنت في المرحله المتوسطه يوم دخلت وتمرنت مع نادي الهلال اي وكره القدم وكان الفضل بعد الله يعني كان استاذ الرياضه عندنا الاستاذ سليمان الطياح ايوه وكان الكابتن محمد الخراشي صديق ودائما باستمرار يجي للمدرسه عندنا. لحظه ابو طلال عندك تلفزيون؟ لحظه عندك تلفزيون؟ ما عندك ها؟ لا ما عندي تلفزيون انا عندي الواجهة طال عمرك وتسلم عليكم الله يحفظها وتبارك للهلال لانها هلالية جدا الله يحفظها يا رب ويطول في عمرها قل امين حبيبي احنا عارضين اسمع إن شاء الله. احنا عارضين صورة على الشاشة الان بس ما ادري وين اي واحد يوسف الجراح يا جماعة الخير تعرفونه اي واحد شوف اللي تلقاه كذا على جنب اقول لك الواد الحليوة تعرف الزيارة هذه حبيبي ايه امس كنا في نادي الهلال جلسه غطي برنامج الله يعطيك خيرها امين يا رب ان شاء الله اللي ينزل القناه الاخباريه واحنا الحلقه الجايه ان شاء الله الجمعه الجايه حبيبنا اوكي وكنت حريص في الحلقه هذه انها تكون شويه مختلفه. طيب دقيقه ابو طلال انت قلت يوم الجمعه الجايه طيب قول الوقت كم عشان الناس تشوفك كمان في الاخباريه
ما هم عارفين من سنتين لثلاثة. انت اللي كل ما اذكرك من سنتين لثلاثة تقول والله راحت علي مش عارف اتغدينا مسلمين. انا الوحيد اللي يشوي في الرياض يوم الجمعة في الهوش انت. كل ما اقول تقول عندي مشوي برا. انا ما عندكم تلفزيون. حبيبي شايف. فكانت الزيارة امس ان نصور ومنها نسلم على من نواف نقول الله يعطيك الصحة والعافية. عملنا لقاء معه وشفنا اخونا حبيبنا كابتن سامي نقول له ألف مبروك وربي إن شاء الله يوفقك وانت قد وقدود بإذن الله تعالى. فكانت الحالة كلها يعني أن تواجدي في النادي تهنية وتغطية البرنامج الله يعطيك خيرها. وهلالية هلالية. طب اسمع أبو طلال. أبو طلال أنت هلالي صح؟ والدي هلالي. طيب الله يخليها. طيب عشان مرة عشان اخوفك اقفل عليك المنطقة. طيب ليش انت في المسلسلات تطلع انك اتحادي طيب؟ يا جسامة انا دخلت غالي في جدة. حبيب قلبي. لكن بالامانة شوف انا ما بطول عليكم يا حبيبي. متى حجينا الخيمة؟ لازم ورب البيت. انا على فكره بتفكر ذاك اليوم لما شفتك قلت لك ودي فعلا نجي نتكي وخلوني على جنب عشان لو جاتني نومه. يا ويلك من محمد البكيري والله العظيم. الله يسعد قلبكم. لكن والله بقول لك كلمه حق. انا تابعت البدايات والعمل وكذا من الكابتن سامي. أنا بقول شغلة والله القلب للقلب ولا أقصد فيها أي شيء ثاني غير أنه مواطن يحب التطور والحياة والورشة الكبيرة اللي عايشينها بالحمد لله في التطور في الأعمال ومنها الرياضة حسب رؤية 2030 بأمانة بأمانة بأمانة. يعني اللي يعملوا مع المستشار الله يعطيه الصحة والعافية. وأنا مثل ما تفضل بعض الأخوان قالوا أنه والله البعض ينتقد أو يقول لكن في مسار لازم نمشي فيه يا جماعة. صحيح. عارف يعني اللي يشوف اللي يصير في الأندية الآن وتبديل والروح الشباب اللي موجودين وهذا كله لا مغزى قوي وكبير جدا وحتشوفوه إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني الهلال بيلعب النصر بيلعب الدنيا دي. لكن أنت بتتكلم في الأخير نبغى منتج للمنتخب نبغى منتج لهذول اللاعبين الجميلين اللي موجودين الشباب اللي موجودين الأشبال اللي موجودين اهتمام بالدرجة الأولى. احنا كنا نسمع زمان إنه في درجة أولى بس مين في ما في مش عارف مين. طيب أبو طلال أبو طلال يعني يحمل اسمه الأمير محمد مثل المان. صحيح. فأنت بتتكلم عن رياضة مع المستشار يقول له أعطيك الصحة والعافية. آمين يا رب العالمين. وأتمنى نرجع يعني دائما تعرف الشعار كل النوادي رياضي اجتماعي ثقافي. أتمنى بإذن الله تعالى أنه فعلا يفعل الاجتماعي وفعلا يفعل الثقافي في نوادينا لأنه في مراكز وفي قاعات الاحتفالات والمسرح اللي موجود. وأتمنى فعلا أن نخلط الرياضة بالاجتماعي بالثقافي لأنه شبابنا جدا 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 يحبون أنهم يقدمون أجمل ما عندهم. وما حتكون هذه المسألة إلا لما تكون هيئة الرياضة مسؤولة عن الموضوع هذا مع القطاعات الثانية والوزارات الموجودة. والله أتمنى والله أبو طلال. يعني اسمع في النهاية أنت كنت حارس مرمى صح كرة قدم ما أنت ايش تبغى بالضبط بعد اللغز اللي سويت لك هذا كله. خلصني من الآخر أنت كنت حارس مرمى ايش بالله ما تدري يا طارق ولا كلام لا يا أخي لا عشان يسمعون بس أنا قلت بس ما صدقوا كرة قدم يا رجل. أمس مع الأستاذ إبراهيم الكابتن إبراهيم بسم الله يعطيه الصحة والعافية التقينا وجلسنا نتكلم مش عارف مين. على فكرة كنت حارس كويس إلى حد ما أوكي لكن أنا تمرنت معهم شويتين لكن بأمانة والله بس عشان الدراسة ما قدرت أوفق من هنا وهنا. مين كان في جيلك؟ أبو طلال مين كان في جيلك؟ كم؟ مين كان في جيلك؟ تذكر؟ كان بدايه كابتن سامي موجود كان في كابتن صالح النعيم بس انا يعني قصدك مين اللي موجودين معاي والله ما اذكر لانه في الاخير كان مدرب الحراس مهتم فينا جدا. واول ما سجلت اذا تذكر الهدف حق ريفيلينو يعني من نص الملعب اوكي يعني لما تقول انا بعدها باسبوع سجلت في نادي الهلال اتمخمخ علي ريفيلينو اتمخمخ هذا السبب اللي خلينا اعتزل البدري. طيب جيل صالح النعيمة انت جيل صالح النعيمة يعني 67 65 تقريبا عمرك تقريبا لو اخذناه 91 بنزين 91 95 ايش رايك؟ لا كابتن صالح كان سابقا الله يعطيه الصحة والعافية. لا اذا تسأل عن العمر ايه
لا 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 بشرك الحمد لله لسه قبل امس قبل امس يعني الحمد لله طفيت شمعة الرفات 40 42 41 ما شاء الله 46 45 ماشي ماشي يا طارق الحماد الله يعطيك العافيه ابو طلال يا حبيبي ابو طلال حجزت على روسيا ولا لسه كيف حبيبي حجزت على روسيا لانك سمعنا انك قاعد تتعلم اللغه الروسيه وحركات يا سيدي الكريم اتمنى بامانه بامانه عملت حج انا بس صار انتظار قالوا ليش قالوا عشان التذاكر لازم تفدرها فحنا نشوف مين عند الشباب مين شغال في الخطوط يساعدنا اذا لقيتك واحد علمني الله يخليك اقول لك بلاش بطايع يا سيدي الله يسلمكم يا رب والله العظيم جمعتكم حلوه واتمنى فعلا ان يكون معكم يوم يلا نخلطها كذا رياضه مع مع الإعلام يلا نتشرف فيك يا ابو طلال الله يعطيك العافيه شكرا لكم يا حبايبنا شكرا يا ابو طلال الله يعطيكم الصحه والعافيه موفق ان شاء الله ابو طلال موفق يا حبيبي شكرا لك الله يحفظكم تصبحوا على خير يبارك في عمركم يا حبيبي الله يعطيك العافيه طيب ايام ريفالينو ايام ريفالينو ايام ريفالينو يقول لك ايه ما شاء الله طيب ابو طلال يجمع لنا كره ما يجمع ناسي انا اقول لك يوم بعد ما رجع من تعرض ايه كان في امريكا وتعرض ثمان سنوات تعرض صحي وكذا انا جيته في المستشفى هنا في الرياض في الظاهر انه في مساله المرض قال لي انه حارس يد كنا نتكلم وقال لي حارس يد في الظاهر انه لخبط ما بين اليد والقدم لا كبر كبر ترى يوسف كبر كبر لا انا انتظر يجي هنا عشان اذا جاء وانا مش موجود اسالوه قولوا له ايش سالفه الاسم الرباعي مع فهد الروجي تحدث عن القفزه اللي بتعيشها الرياضه وكنا نتمنى ايضا انه يتحدث عن القفزه اللي بيعيشها الفن، يعني اللي بلاحظ انا انه هنا عندنا الفن هنا على مستوى المسارح الغناء متطور لكن على مستوى الفن التمثيلي بالذات انا اشوف انه هناك تباعد يعني ما 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 والاعلام السينما السينما الان طيب عن الاعلام طيب انا ابغى اسال سؤال طرح معنا في بدايه الحلقه من الزميل احمد البريكي أنا نتمنى إن شاء الله تعالى نشوفها في أماكن يستحقها هو قال أنه الآن الأندية مطلوب منها مش مطلوب منها يفضل ويفترض عليها أيضا أن تتحول إلى شركات هل اليوم أنديتنا الرياضية تملك هذا الفكر لتتحول لهذا الأمر لأنه إذا جيت تحسبها في موضوع المصاريف والإنفاق والتعاقدات والديون اليوم تقدر الأندية تسوي هذا الشغل ولا صعب عليها مو مثلا تقدر هي مثلا تبدأ اي يعني انت اليوم لما تتكلف يعني تشوف التكليف ترى لما تاخذه بعمق اكثر تجد انه هو مرحله تهيئيه للخصخصه انه انت اصلا لو في مجال للانتخابات او مجال لتولي مجالس ادارات جمعيات عموميه يعني على مدى اللي هو الاقصى لها اللي هو الاربع سنوات كان ما اعتقد ان الهيئه العامه للرياضه تاخرت في هذا الشيء. وانما هي خطوه التكليف يمكن لسنه يمكن لسنتين احيانا الى المتوقع أن هي في 2020 تبدأ هذه خصخصة الأندية. أنا أعتقد المفروض أن الأندية من الآن تبدأ في هذا التهيئة حتى داخليا يعني. تكليف أبو خالد أتوقع التكليف تمهيد لهذا العمل. إيه طيب أنا هذا اللي أقوله من هي. إن شاء الله سنة إن شاء الله قلنا إن شاء الله. إن شاء الله قلنا يعني. أقصى شيء. تعبنا. لكن هرمنا لقد هرمنا. يعني مثلا لو أخذنا غير هذا في الجانب اللي هو كان الاحتراف اللي يفرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فصل. منظومة كرة القدم عن إدارة النادي حتى هذه شهادة دخل الكبير ترى عندنا في ما نجحت مو ما نجحت يعني أنت أو ما صارت يعني نجحت جزئيا لأنه ما هم قادرين أحد اللي يستلمون هذه الإدارات إنه يستوعب هذا الفصل الكامل لإدارات الكرة عن إدارات النادي بشكل عام مفروض فالمفترض إنه كل الأندية تتهيأ لهذه المرحلة بعوامل كثيرة جدا يعني فكرة إنه يكون رئيس النصر بيتخذ خطوه زي هذه انا اعتقد حاجه مبشره بخير يعني انك انت رئيس نادي بيتولى هذه المسؤوليه في اسلوب اداره نادي في اسلوب شركه فهذه ترى خطوه تشجيعيه جميله جدا الارضيه جاهزه؟ جاهزه في ارضيه؟ يعني ما اتكلم بشكل كامل اي ما تمشي في جزئي وتدرج مو بالضروره انك تبدا على طول يعني ما تقدر انت في عوامل اخرى ما هي بيدك تدرج ففي عوامل اخرى ما هي بيدك انت كرئيس نادي ولا يعني صاحب فكره تتبناها في النادي ما عندك امكانيه في عوائق في تداخلات يعني مع جهات اخرى في اشياء كثير لكن على الاقل اللي هو الشرط الاسوي بفصل اداره الكره عن على اداره النادي بشكل عام هذه المفروض تقدم بشكل نموذجي كامل مفصول اداريا
ماليا كل هذه يكون فصل كامل. ترى سوري الفصل الموجود سوري الان شكلي بس ايه حتى ايش يتم تطبيق الشروط وتمرير الرخصه واوكي شو مفصوله والجهاز اللي زي كذا. هذه وجهه نظري انا ابو خالد. ابو عبد الله مشروع ابو عبد الله عندي الان الشرق الاسود ما هو تطبيق كامل صراحه ولا هو حقيقي. ابو خالد الان عندما لا عفوا ابو محمد مين اللي قاعد يطبقه كامل الان؟ انت على من خلال المتابعه ما حد يعطي طبق كامل ما في كامل. لكن امس عندما اعلن معالي المستشار وقال ان ميزانيه الهلال 160 مليون قال. فمعناته اليوم عندك لكن عندك في انديه عندنا لحد الان لها حقوق ما استلمتها من سنوات، حقوق نقل، حقوق رعايه، حقوق الى اخره. ما كان فيه ما ترى زادت ميزانيه الهلال 160 زاد 18 مليون. انا بتكلم عن النقل كم ترى؟ انا بتكلم عن 40 ما بتكلم اتكلم عن الوضوح. اوكي اتكلم عن الوضوح. اول ما كان فيه كان عندك اعضاء شرف هم اللي يدعم النادي. حكايه انك انت تسيطر كذا سيطره فعليه لا، تجي انت تقول لك من الرعايه 60 مليون، من النقل 40 مليون، من التذاكر 25 مليون، وتتفاجئ انت مديون 200. تجي فجأة هبات من عضو شرف دفع لك 100 مليون، فين تروح ذي؟ فالقضية ما كانت واضحة. القوائم المالية وبعض الأندية تدفع الثمن الان صح بسبب المغالاة. حكايه الشركات الرقابه ضعيفه يعني. الرقابه ضعيفه لانه ما كان في كانت أمان. سلطه النادي اقوى من 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 المكاتب اللي كانت لا سلطه النادي اقوى من مرجعيتها كانت اقوى من الاتحاد السعودي من الاتحاد حتى من اللجنه الاولمبيه انا اتكلم بشكل شوف اللاعبين اقوى من النادي كان اقوى من المنظومه اللاعبين اقوى من الاداره والاداره اقوى من منظومه الاتحاد السعودي لكره القدم اول شيء انت ما كنت قوي في الشباب والله لا كنت ابدا مسالم شوف انا ما سمعت كلام الاستاذ احمد بحكم اني تاخرت لكن انا اعتقد اذا انه بحكم انك نايم اذا تاخرت اذا لا كنت في الطريق يمكن كنت في السياره مثلا لا مستحيل اقول لك اللي مغديك اليوم لازم اعرفه ما توافق خير اللي مغديك لازم اعرفه بقول عليه لا قال هو حنشوف وين غداك الفاصل قال وين غداك وش غداك والساعه كم غداك بالعكس جزاه الله خير الاستاذ حسن القرني الحقيقه غداء دسم جدا اشكره الحقيقه صديق عزيز وزميل هو كان السبب انه تكون النومه يعني انا اقول يعني اذا كان الكلام انه الانديه تتحول الى شركات فانا اعتقد انه المساله صعبه ان لم تكن مستحيله لكن اذا نتحدث عن تحويل فريق كرة القدم إلى شركة هذه مسألة يعني معمول بها ومسألة ممكن يعني في شرق آسيا في الإمارات معمول بها شركة الوحدة لكرة القدم الأندية شركات يعني وبالتالي إذا كنت نتكلم عن فريق كرة القدم أعتقد أنه المسألة ممكن التفكير لكن النادي كنادي يتحول إلى شركة أعتقد أنه نحتاج إلى سنوات مو النادي لا نتكلم عن كرة القدم خليني أقول لكم شغلة يا أخوان خلينا نتكلم على ذهنية العمل خلنا ننسى المسمى انت ممكن تسميني شركه النادي الفلاني بس العمل اللي انا قاعد اسويه وثقافه المنشاه انا اسوأ من قبل انا قاعد اقول لك اتخاذ القرارات مثلا دقيقه الاليه بس الذهنيه ثقافه المنشاه انها تكون ثقافه تحترم الانظمه والاجراءات والصلاحيات واليه اتخاذ القرار ما تكون وانا شفتها يعني تعاملت مع عندي كثير مشجعين يعني القرار يطلع من مشجع وليس من رئيس نادي ولا من عضو مجلس إدارة هو طالع من المباراة الفريق ما أدى والفريق انهزم إقالة والله ما حد يكلمني فيه يعني عارف ذهنية مشجعين جالسين يديرون أوكي هذه ذهنية الآن أتكلم لك على ذهنية أنك أنت تشتغل كشركة أو بنظام شركات معنى أنه ما في أي مبرر انه قبل لا يبدا الموسم انت تعرف بالضبط ميزانيتك او موازنتك كم بتكون في الفتره الشتويه بيكون لها عامل 10% 15% تزيد تنقص نقدر نتكلم عنها بس كون انك انت قاعد تشتغل وتوقع مع لاعبين وانت ما انت ضامن رواتبهم وتوقع مع مدربين حتى الشرط الجزائي انت ما ناقشته فيه خليته يحط اللي هو يبغاه هذه ما هي ثقافه شركه هذه ثقافه مشجع يبغى يصور جنب مدرب وهذا اللي جاب الأندية خلينا نقول بالعامية ورا انه في قرارات ترى اغلب القضايا ما هي قضايا رواتب هي قضايا شروط جزائية هي قضايا فسخ عقد من طرف واحد
هذه قضايا اللي موجودة. فذهنية الشركات تقول لك أنا أبغى أشتغل في حوكمة واضحة. لنفرض أنه نقول رئيس النادي لا يملك بمفرده قرار إقالة المدرب، ويكون الشيء هذا مكتوب أنه هذا قرار يتطلب تصويت مجلس إدارة. عندك مجالس إدارات أندية من يوم ما شكل مجلس الإدارة 6-7-8-10 شهور ولا اجتماع، ولا اجتماع صح، رغم أن اللائحة وش تقول اجتماع على الأقل بالشهر، شهر ما في هذا الشيء، لأنها ذهنية للأسف ذهنية مشجع. فلما تجيني أنت تقول لي أنا أبغى رؤية، أنت بتتكلم على الماضي الآن، أنا أتكلم الآن على المستقبل أيضا، المستقبل. أنا قاعد أقارن بينهم وأنتقل بين الماضي والمستقبل، ولكن أقول لك الآن لأنه العمل الآن ما هو مثل أول، وإقالة مجلس إدارة أو حل مجلس إدارة ممكن يجي بعشر دقائق. مطلوب منك تعطيني أهدافك وتوريني خارطة الطريق اللي أنت بتمشي فيها لتحقيق هذه الأهداف. من أهم خليني أقول لك شيء بسيط بس موجود، الأندية ما عندها، وخليني أقول لك الأندية اللي تعاملت معها ما عندها اتفاقية عدم إفشاء. تقصد الشباب والنصر؟ لا لا لا، تعاملت ترى مع أكثر من 20 نادي أنا في دولة في جميع في كلها كلها ولي عمل ولي ما عندها إدارك لا لا في مجلس إدارة عدم الافشاء، اتفاقيه عدم الافشاء. انت موظف عندي، انت موظف عندي في النادي، انت بتشوف اسرار ما لها اول ولا اخر كويس، والقى انه المعرفات اللي مجهوله اللي عندها متابعين كثير ناس من جوا النادي مثلا. حلو حلو، ولا تقدر تسوي له شيء والله جد، ولا تقدر تسوي شيء. ليش؟ ما في ورق. مثال لا ما اقدر اسمي انا مسمي، ما لا في لا مش نادي يعني المعرفات زي ايش مثلا، لا ما اقدر اتكلم عن المعرفات معرف. بس على فكره ترى موجوده بالشرقيه وبالوسطى وبالغربيه وبانديه الدوري الدرجه الاولى وكذا، المعرفات اللي لها متابعين كثير واللي تطلع الاخبار من داخل الانديه من داخل النادي. نعم نعم، جيب لي واحد يوقع اتفاقيه عدم افشاء اني انا اقدر الاحق قانونيا حتى لو تركت النادي، اذا خنت الامانه اللي انا ما اتملك فيها. هذه موجوده ترى في المؤسسات الصحفيه، في موجوده في كل كل مكان يعمل بذهنيه شركه محترفه او قطاع محترف يسويها، حتى بعض الجامعات، حتى بعض الجمعيات الخيريه هي الذهنيه. انا لا يعنيني الاسم المسمى، انا يعنيني الثقافه والعمل والاجراءات. انا احمد كلامك جميل، لكن انا بعطيك كلنا صحفيين، عثمان محمد كلنا، لمعلوميتك في داخل اعضاء مجلس اداره في الانديه نفسها، في الانديه نفسها كل صحفي عنده مصادر، مستعد اخذ اللي دار في الاجتماع وعلى ضوء انشر كل الحاجه من داخل الاداره نفسها. في حكايه الافشاء هذه متمرسه داخل الانديه. وليه ما يوقع عضو مجلس الاداره برضه على اتفاقيه؟ حتى لو وقع وش عرفك؟ كيف تقدر تمسكه؟ انا اقاضيك باسم الكيان وباسم الرياضه كامله. كيف توصل له؟ لا انا اقدر اوصله، لا من ناحيه الوصول ترى وصل. قبل ما اعرف كيف اعرف لا انا اقدر اوصله. يطلع اخبار بس يا احمد، يطلع اخبار صحيحه عن النادي، كيف تقرر؟ طلع المتابعه القانونيه والنظاميه، طلع هو صاحب الجوال هذا اللي يا فلان يحاسب. صح، انا هذا اللي اقول لك، انت لا تحكم على المستقبل بناء على معطيات في الماضي. بالماضي كان النادي للاسف ضعيف، والمنظومه الرياضيه ايضا فيها ضعف لما تتعامل مع القطاعات الحكوميه الاخرى. الآن إن جاك تفعيل ودعم قوي من حكومتك تقول لك اشتغل، أنت في عندك مثلا تسريبات يا أخي حولها للجهات المعنية، الكل بيدعمك بالموضوع ده وبيجيبونه أبو عبد الله وبتعرفه وبتعرف مصادر. بس أنا قاعد أتكلم في النهاية جبت بس شوف أبو محمد، أساس لا يكون الحديث كله على موضوع عدم الإفشاء، نحن نتكلم على أشياء أخرى أيضا كثير. نظام المشتريات، وش نظام المشتريات في النادي؟ هل انت تطرح؟ هل انت تاخذ ثلاث عروض؟ هل انت هذه الاشياء ما انت محتاج موافقه اي احد فيها، هذه ذهنيه وثقافه عمل عندك لحفظ حق النادي. ايضا هنتكلم على اشياء بسيطه، هل عندي انا عقود اللاعبين المحترفين والمدربين؟ هل عندي نماذج يعني جاهزه اني انا لما اتفاوض فيها اقول هذا النموذج، ولا مثل اللي صاير في كثير من الانديه المدرب يرسل لك العقد حقه يقول لك وقع، حاط فيها بنود لا يمكن اي واحد عنده ذره عقل انه يقبل البنود اللي محطوطه. كل هذه الاشياء انت ما انت محتاج سجل تجاري عشان تسويها، كل هذه الاشياء هي
ثقافتك العملية أنت عملت الأندية ما هي قادرة تقضي على سماسرة داخل النادي وعضو شرف على فكرة. داخل النادي عضو مجلس إدارة يسمسر على نادي ترى على فكرة محمد هذا الكلام اللي قاعد يقوله اشتغلت وعارف كل شيء وعارف بعض الأسماء أنها تعمل لمصلحتها ما يعنيها النادي ترى كل الكلام اللي قاعد يقوله كل الكلام اللي قاعد يقوله أحمد لو تفكر فيه بس شوية ترى بأنه مش صعب على النادي أن يسويها أبدا مش صعب لكن ليش ما قاعدة تتسوى هذه كلها ترى أشياء بسيطة وبديهية لا 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 هو الرجل الآن قال لك أربعة خمسة أشياء تتعلق بعمل منظومة متفقين معه بس أنا سهل أنك تطبقها يا أخي لا صعب صعب ليه؟ إذا ما تغيرت الوضعية القائمة في الأندية الآن صعب رئيس النادي إذا كان هو اللي يصرف هو اللي يجيب الفلوس وبعد تشاركني أنت في القرار ليش إذا ما تقدر تطبق الذهنية الإدارية اللي تكلم عنها طالما أيه؟ الوضعية الإدارية القائمة وعدم انعقاد الجمعية العمومية عدم محاسبتها صح. ما تستطيع أنا صح. صاحب أنا صاحب أنا اللي بجيب الفلوس مين اللي يجيب الفلوس الآن يا الآن الآن قل لي على الأندية الآن على رؤساء الأندية اللي موجودين نتكلم على الثلاث سنوات الأخيرة أو سنتين الثلاث سنوات الأخيرة لا أنت الهيئة السنة هذه هو يقول لك الثلاث سنوات الأخيرة بس كان هو صاحب أتجاوب على سؤاله الآن على سبيل المثال في نادي الاتحاد ثلاث سنوات الماضية من قاعدة تجي الفلوس ثلاث سنوات الماضية أي من وين المبالغ اللي بتقول عليها دخل الدخل الدخل الإعلامي الدخل الإعلامي والجماهيري وأعضاء الشرف العام هذا العام فقط تغيرت الوضعية لا احنا نتكلم عن السنوات الماضية لا السنوات الماضية لا شوف دقيقة بس خلينا أكمل الفكرة بس عشان يعني الحاجة اللي أنا شايفها طالما انه رئيس اعضاء الشر رئيس النادي هو اللي بطريقته يجيب شركة الرعاية بطريقته اعضاء الشرف اللي يدعموه وبالتالي واعضاء الادارة هو اللي اختارهم ما في جمعية عمومية ولا شيء هو حيكون صاحب القرار بعدين ذهنية افشال الاسرار ترى ثقافة مجتمع ما هي ثقافة رياضية ولا ثقافة أندية هذه الذهنية حتى في الإدارات الحكومية في الشركات بنسمع عن إفشاء قرارات تغيير قادم في مجلس الإدارة تغيير قادم في المناصب لا نستمتع بأننا نتمصدر يقول مصادري وبعدين إذا صارت مصادري ما كانت يعني وبالتالي هذه الذهنية هذه الذهنية هي ثقافة مجتمع تغييرها يعني ممكن الأندية تبدأ إذا فعلا تغيرت الوضعية الإدارية الاختيارات كيف تغيرت انت بتمهد الآن للتغيير كيف تغير لا إذا ما كان مؤسسات العمل ما ينفع يا جماعة طب انت بتمهد الكلام اللي قلناه قبل شوية انت بتمهد من خلال التغييرات رياح التغيير قادمة يعني كانك تقول التكليف الآن التكليف كان كبري للتخصيص ولا لا طيب ما نعم وبالتالي انت بتمهد ايش تمهيد بنقلك من مشاكلك تمهيد مشاكل اسمعني بيهيئ مصطلح الكبري يعني كانه يعني تجاوز اقصد المشاكل الوضع الان في الانديه الحراك اللي قاعد يصير الان واضح جدا كقراءه انه تمهيد لمرحله التهيئة لحاجة قادمة أحسن طبيعي بدليل واحد مثل ما قال أبو خالد قبل شوي التكليفات لا تتجاوز سنة اثنين إعطاء الفرصة لأبناء اللعبة أبناء الأندية واللعبة تحديدا يعني أنه حاتم خيامي في الوحدة سامي الجابر في الهلال حمد الصنيع في الاتحاد مساعد الزامل في القادسية مساعد الزامل فقط فهذا التوجه مبني على دراسة مستقبلية للتخلص من تراكمات شوف لا يمكن خلينا نتكلم بصراحة لا يمكن أن تطبق الاحتراف الحقيقي والخصخصة الحقيقية والوضع الراهن في الأندية الإداريا ومصدر مالي كما هو لا يمكن لانه كما مثل ما قال ابو الصيب انا كرئيس نادي وانا جايب 100 مليون السنه هذه ميزانيه للنادي وتبغاني اشارك من عام النادي اللي انا معينه بتعاقد مع لاعب لا تقول ابناء اللعبه معلش لو قلت لي الجانب الفني ممكن يكونون اداريا الاختيارات خليني اقول لك كلهم اغلبهم يعني مثلا حاتم خيامي رجل اكاديمي متخصص في يعني في الاعلام يعني في الاعلام ويعمل في جامعه
اثنين سامي الجابر له تجارب سواء مع الهلال كعمل اداري ومع الاتحاد القدم السعودي. حمد الصنيع له تجارب في الاتحاد سابقا، ماجستير اداره رياضيه حمد الصنيع. طيب ثم له تجارب مع الاتحاد القدم على فكره، لان اشوف العالم برضه ترى يعني نذكر بلاتين ونذكر نجوم ترى اكثر مثال على ذلك في المانيا اثنين والله ناس ماشي بيكن باور اللي أيوة بدا لاعب مدرب ثم اصبح رئيس للبايرن رئيس الاتحاد برضو. طيب قبل ما نحاكم التجربه الان ونبدا نبشر بنجاح حننتظر، ما قلنا بشر ننتظر، احنا ما نقول انها بتنجح محمد، يعني نجاحها فشل. طيب لا لا محمد احنا ما قلنا بتنجح، اوكي هو ضروره لكن قاعدين نسلم. طيب احنا بحاجه الى فاصل، لازم نشحن محمد البكيري شويه، نشحن بطاريته شويه، عطنا محمد البكيري شويه. انت والله فاهمني دايخ مره، فاهمني مره. ايه ايه قال الحوار اقول لك عثمان ابو بكر ما ننام عنك اليوم. لا لا شوف يا طارق دقيقه، ترى نومه اليوم عدوى من سعود الصران امس. واضح واضح عثمان ابو بكر مالي مكثر تبوله، يعني مكثر تبوله اوه تبوله مكثر الحمد لله. والله اقول لك انا مثلوثه والله مو تبوله. ودينا الفاصل يعني يلا روح. اهلا وسهلا فيكم من جديد في الجزء الاخير من الخيمه. ابو احمد ابو محمد تبغى تقول شيء انت؟ اي والله عندي بس اشاره لحاتم خيمي. يا اخي حاتم خيمي هو اولا تروح له ولا لا؟ بنشوف دموع حاتم خيمي. دموع حاتم خيمي بكره مسوي له مانشيت في عقاب، خيمي ادرى بشعابها. الله اكبر. استاذ احمد طرح موضوع جميل، لكن عندنا في الوسط الرياضي صعب اذا كان رئيس النادي يا استاذ احمد يشغل ناس داخل نادي من اعضاء مجلس الاداره من العاملين ينقلوا له الاخبار في الليل ايش صار وايش صار، اذا كان مثلا بيوظف برضه لاعبين داخل المعسكر ايش صار وايش صار. افشاء السر هو من داخل النادي او نضبطهم من جسم وبعدين لا افشاء السر في شيء علني ما اعرف في اكثر من كذا يعني شيء يعني واحد شيء خاص اشتغل والله يعني هو لما توقع العقود انت فيها افشاء السر هو لما تتحدث مثلا لوسائل الاعلام تتحدث لاي وسيله من وسائل الاعلام تفشي فيها اسرار خاصة مثلا كانت في المكان اللي انت متواجد فيه. اما مسألة النميمة هذه موجودة حتى في البيوت يا اخوي. صحيح. لا بس هذه برضه محمد. محمد بالنسبة 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 للرئيس النادي هذا خلل في منظومة عمل. طيب لكن ما هي مثلا اذا انت بتفرض علي انا انه يكون مثلا ما ينطبق عليها كلام لا كلامه صح ما ينطبق عليها ما ينطبق بس اقصد اذا بتفرض علي انه يكون مثلا بتفرض علي اني اكون سرك داخل النادي فانت لا تشغل علي جواسيس. طيب خلينا نشوف بس اذا تسمح لي زياره الكابتن حاتم خيمي رئيس مجلس اداره نادي الوحده. طيب اعطونا زياره ابو ابغى اعلق على نقطه بس في الزياره هذا الكابتن حاتم خيمي الحقيقه هذا الرجل الاكاديمي المحترم اعطونا اياه اللاعب السابق ايضا وهو الان رئيس مجلس اداره نادي الوحده. ما شاء الله ما شاء الله وهذا حساب نادي الوحده نشرها في تويتر هنا زياره الكابتن حاتم خيمي لحظه وصوله الى مقر النادي كانه عريس حاتم بس ابغى اعلق بس على نقطه صارت الحقيقه ايوه شوف عناد بدات الدموع تنزل موقف الحقيقه مؤثر طبعا اليوم يعني هو يزور بيته الاول زي ما كابتن سامي الجابر زار ايضا بيته الاول يدخل الرئيس كمان ويدخل الرئيس ما شاء الله يقول اتمنى والده الله يرحمه يكون يعني. هذا حلم والده على فكره هاي ابو عبد الحميد هذا مو صغير اللي معك ابو اميره وين ابو اميره يا جماعه الخير والله دموع هلا مرحبا هلا ابو اميره هلا حبيبي هلا حبيبي ايش الدموع هذه يا رجل؟ انت محبوب من كل الوحداويين يا كابتن الله يسعدك يا رب الله والموقف مؤثر صراحه في النهايه هذا ناديك يعني تركت كلاعب وكمدير كره واليوم تعود له كرئيس والله جدا مو بكل امانه يعني موقف كان بالنسبه لي مهيب يعني ما توقعت ابدا انه وانا داخل النادي يحدث فيه هذا يعني والله شفت الماضي كله امامي والله من جد شفت والدي رحمه الله عليه شفت تذكرت نفسي وانا طفل داخل النادي عمري 12 سنه ما شاء الله شفت كمان اللي بكاني كمان عمال النادي
الكبار في السن اللي من بداياتنا موجودين في النادي وهم يحضروني وفرحانين، كلها اثرت فيها، كل هذه المشاعر اختلطت ووجدت نفسي ابكي بدون وعي بكل امانه. صحيح. يعني والله بس صراحه من الاخر كده ماني مصدق اني داخل النادي هذا كرئيس بعد هذه الغياب وبعد هذه السنين، فالمشاعر كانت جدا صعبه جدا صعبه. ما تلام يا انا 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 الوم نفسي والله، مو وقت بكى ومو وقت دموع، ولكن والله غصب عني. طيب اترك لي احد من الزياره هذه والدموع. ها تفضل. وين اسامه؟ اسامه ما شفناه في الاستقبال ولا لا؟ ما قلت بالتمرين. تمرن اليوم؟ تمرن بالرياض. تمرن اليوم؟ طبعا اسامه مع زميله كان قناه دبي المميز مشعل القحطاني. نعم. طبعا هو سالني يعني هل اسامه نبغى حصري ونبغى كذا؟ قلت له والله مش 100%، ان شاء الله 200%. تمام؟ بس بعدين قلت له ترى الموضوع ما انتهى، يعني ان شاء الله باذن الله اسامه يعني احنا عندنا رغبه كبيره، وانا اعتقد انه عنده رغبه كبيره انه يعود للوحده ان شاء الله تعالى. واسامه مش لاعب كره قدم فقط، اسامه ما شاء الله عليه خلق على اعلى مستوى، قائد يعني تستفيد منه في اشياء كثيره. اقول لك على ذلك اصبح فعل خير. اقول لك مكان ما ذهب جاب الدوري. ما يخاف يعني سيرته العطيره ما شاء الله تسبق هذا الانسان. لكن يعني 200% ولسه ما وقع، شلون 200% ولسه ما وقع يا رجل؟ لا انا قلت 200% كنت امزح معاه مش عليه. يا شيخ الاعلام ما في مزح يا كابتن، ما في مزح. طبعا احنا المشكله اقول لك شيء، مشكلتنا الان احنا يعني اسامه انا بعون الله تعالى اتوقع يعني نسبه كبيره جدا انه بالوحده، ولكن ان شاء الله مشكله عدم التسجيل تنحل بعون الله تعالى. ايوه هي العائق الان يعني. طيب متى التوقيع ان شاء الله؟ ان شاء الله. والله لسه ننتظر الان، ننتظر المشكله هذه تنحل. اي وان شاء الله باذن الله تعالى يحل الموضوع، ان شاء الله يكون اسامه لاعب بلداوي. وطبعا بالتاكيد بدعم من رجل ايش ابغى اقول؟ ما ابغى اوصف وصف والله ماني قادر. الرياضه الاول اكثر من كذا يعني هذا بدعم معالي الاستشار تركي ال الشيخ ان شاء الله تعالى، حتشوف من نجوم من نوعية أسامة إن شاء الله تعالى وكذا إن شاء الله، دوليين أو أجانب كله إيكلات إن شاء الله بإذن الله تعالى. ما جاوبتنا على سؤالي، متى التوقيع؟ والله ما أقدر أقول لك، المشكلة إحنا الآن ننتظر نشوف الاستئناف حق الموضوع هذا ونشوف الموضوع، عرفت؟ هذه المشكلة يعني لو نحل. لكن بإذن الله إي بإذن الله أنا أسامة بإذن الله تعالى أثق ثقة كبيرة إنه حيكون لاعب وحدة الموسم القادم متى ما انتهت مشكلة التسجيل هذه. ممتاز. إذا انحلت مشاكل التسجيل، أسامة هوساوي لاعب وحداوي. بعون الله تعالى إن شاء الله. لكن حتى الآن هو ليس لاعب وحداوي. الأسود تعود إلى عرينا إن شاء الله. أوكي يعني حتى الآن. أسد حيعود لعرينا. أسود الوحدة كثير برا. هي الأسود اللي فيها رمق. اوه كلها ترجع، ولا ما فيها رمك ترجع ان شاء الله تجد لك مناصب اخرى في النادي. ايوه كلهم رجال وكلهم زرعوا الفرح في ملاعب المملكه كلها. طيب الله يوفقكم ان شاء الله يا كابتن. تبغى تقول له شيء؟ سؤال بس. مساء الخير يا ابو عبد الحميد. هلا هلا استاذ ابو سيف، حياك الله. كيف الحال؟ الله يحفظك ويرعاك يا رب ان شاء الله. ابو عبد الحميد، هو المعلومات اللي عندنا انه اسامه السنتين اللي قضاها في الهلال قبل ما يروح الهلال كان يقول يعني عقدي مع الهلال سنتين وبعدها ان شاء الله اعود الى مكه كنوع من الوفاء، كنوع مع الاستقرار مع والديه الله يحفظهم له، وربما هذه رغبه مشتركه اذا سمحت الظروف. لكن في موضوع ادولف ليما انا جاتني رسائل من كثير من الوحداويين وبيان كان صادر من اداره النادي المركز الاعلامي يقول انه القضية اغلقت وانه المبلغ دفع من الشيخ عبد الرحمن رجب، سدد المبلغ كاملا قبل صدور قرار الاتحاد الدولي بفرض عقوبة انضباطية على النادي تصل الى خصم نقاط او منع من التسجيل او تهبيط الفريق الى الدرجة الثانية، وبذلك اغلقت الادارة ملف ادوالفو ليما
تماما بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة به ورفعها مع المستندات الدالة على تسديد المبلغ للاتحاد الدولي. وأعربت إدارة النادي عن عميق شكرها وبالغ اعتزازها بالشيخ عبد الرحمن رجب لتكفله بسداد مستحقات اللاعب ودعمه. السؤال هنا، هل سددت؟ وإذا ما سددت مبلغ الشيخ اللي كان عليه هذا الشكر الرسمي من إدارة النادي فين راح؟ أيه. طبعا السؤال هو قد لا يوجه لك للإدارة السابقة، لكن على طيب. نعم. أنه الآن أنت لابد تكون على إدارة وخلفية عنده الإجابة. روح. نعم. يا أبو أميرة روح الإجابة. بالتأكيد أنا طبعا شفت البيان هذا واستغربت كما استغرب الجميع. بالتأكيد سألت مدير الاحتراف في النادي فذكر لي أنه هذا المبلغ اللي هو الأستاذ فراس اللاعب هذا كان له عقد أول وفي بعدين عملوا له عقد ثاني تمام؟ صح. هذا المبلغ اللي نزل فيه البيان هو هو المبلغ العقد الأول. المشكلة الثانية عقد آخر. طبعا واضح جدا إنه في البيان إنه في خطأ كبير، إنه تم الانتهاء بالمبلغ كامل. هذه الجملة بالتأكيد أنا أشوفها خطأ كبير جدا في البيان، هي اللي أحدثت هذا التساؤل لدى الجميع. لكن حسب كلام مدير الاحتراف إن المشكلة الثانية بناء على عقد العقد الثاني للاعب وليس العقد الأول، هو اللي فيه مشاكل، هو اللي لم تسدد المبالغ المتبقية فيه، وهي مبالغ زهيدة جدا حوالي 75,000 دولار تقريبا. طيب هل هي في عهد هشام مرسي ولا في عهد السفير محمد طيب؟ لا اللاعب كان في عهد الأستاذ هشام مرسي اللاعب. ماشي. لكن المشكلة قبل فترة بسيطة صارت المشكلة اللي الكثير يتحدث عنها، عدم الرد، عدم طلب المبلغ، عدم تسديد المبلغ، عدم التحدث مع معالي المستشار. طبعا هو بيسدد للأندية ملايين، صح ولا لا؟ صحيح. مبلغ زي هذا يعني صراحة شيء يزعل انه يجعل وحدة في هذه الوطن. ماشي. ابو محمد المكيري، ابو خالد. مساء الخير عليك ابو اميرة والف مبروك راس الوحدة، والله يعينك. هلا حبيبي ابو خالد، الله احلى دعوة. وان شاء الله لك اضافة للوسط الرياضي حتى في هذا المنبر الوحداوي الكبير يعني. يا رب الله. بس في جزئية كمان انا عندي معلومة على نوع الخلل اللي صار في هذه القضية، اللي هو برضو كان في جوانب اهمال سواء من طرف نادي الوحدة في متابعة الانذارات الثلاث اللي هي ما تصدر عقوبة إلا بعد انذار الثالث طبعا. أيوة. إضافة إلى أنا قلت في الحلقة الماضية وأمس أنه أيضا اتحاد الكرة يتحمل جزء من هذه المسؤولية في عدم المتابعة مع الأندية بالذات اللي يكون عليها قضايا. نعم. وانذارات. فهذه المعلومة. أيوة. صحيحة أنه في قصور أيضا من داخل الوحدة ومن اتحاد الكرة ترى في هذا الجانب، لأنه من الصعب أنه توصل 3 انذارات متتالية لنادي عن طريق اتحاد الكرة وأمانة اتحاد الكرة دون أي متابعة فعلية. إذا كان فعلا في قصور من النادي القائمين على متابعة هذه القضايا، ونكون ما في متابعة كمان فعلية ومشددة من قبل الاتحاد الكرة أيضا على الأندية، لأن هذا نفس الحدث الخلل اللي صار في نادي الاتحاد. تجي نسخة للاتحاد السعودي صار. تجي يعني نفسها، يعني قضية منسوخ من العقوبات كلها، يعني فيها إهمال وفيها تقصير من جهة الاتحاد الكرة. خاصة يا أبو خالد أن الفترة الأخيرة كما من فترة بسيطة حسب ما سمعنا انه لن يتوقف فريق، لن يتم الايقاف اي فريق، صح ولا لا؟ صار الاتحاد السعودي متابع الان كل القضايا والقضايا مسيطر عليها، صح ولا لا هذا الكلام؟ صحيح. كل الكلام اللي قلته هذا الكلام استاذ ياسر. انا اتفق معك. انت تقصد لحظه تقصد غرفه العمليات اللي برئاسه ياسر المسهل، صح؟ هي متدخل معنا صح؟ ما اعتقد كذا والله، ما ادري بالضبط. ما في تهبيط ولا في خصم، تم السيطرة على كل القضايا اللي قالها المدافع. قرار قريب جاي للأندية. طيب استئناف حاتم حبيبي، نسبة الأمل كبيرة. نعم. في الاستئناف الآن ما يوقف العقوبة؟ والله أنا حسب معلومات وأنا سألت عن طريقي، وطبعا يعني المحامين الآن شغالين على القضية. أيوه. إنه تعليق العقوبة بحيث إنك تسجل في الفترة الأولى وتمنع في الفترتين التالية. الحق عمرك هجيب. هذا يمكن أحد الأشياء اللي ممكن نصلها. طيب آخر نقطة، متى بتوقعوا مع أسامة؟ لا تفكر لا تفكر بوجهك، راجع لبيته اعتبره موقع ان شاء الله. لا تفكر بوجهك. يلا بس بس نخلص من الموضوع ده. الله يسهل عليكم ان شاء الله، موفقين ان شاء الله في قادم الايام. حاط الكابتنيه كده ورقم 4 بالاحمر والابيض ان شاء الله فال خير، مكان ما يروح يجيب الدوري ان شاء الله فال خير. يا رب يستاهل، وانتم تستاهلون كمان. يا رب الله يسهل كل اللي عندك. الله يحييك وكل من يشاهدنا. الله يحييك يا الغالي. هلا والله كابتن. هلا كابتن.
طيب هذا كان كابتن حاتم خيمي. اي تفضل. يعني الكلام الان انه في قرار على نادي الوحده يتعارض تماما مع اللي طلع وقالوا هنا الاستاذ ياسر المسحل في البرنامج. أيوة. وبشرنا وفرحنا وحتى من وسائل من التواصل الاجتماعي ضجت وقال انه ما في اي عقوبه قريبه على اي نادي سعودي يعني. وسمعنا انه كان في قرارات تم ايقافها من خلال تسديد كثير من القضايا من الزمان من اول وطالع وثلاثه انذارات يعني بصراحه شيء يصير. طيب شوف شوف يتكرر معانا حدث مرتين يعني حدث في الاتحاد على مبلغ تافه فرنكات وكلام فاضي 10,000 فرنك ولا مدري ايش. طيب ابو علي 75,000 دولار يعني ابو خالد والله ما تسوى خطا اجرائي نصف عقد لاعب. لا 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 الحديث الحديث الاستاذ ياسر المسحل على ما اذكر كان يتعلق بخصم الثلاث نقاط والتهبيط فقط. لا 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 انا ما بتكلم حتى ما عليه من المداخله دي معلش استثني هذه المداخله. طيب انا اتكلم على ياسر المسحل حتى من ايام اندلاع قضيه نادي الاتحاد وتبنيه هو بدا باول تصريح على هذا الكلام انه في لجنه كونت وانه في لجنه حتصير كذا وما عاد في حيكون قضايا تمس الانديه وسنبدا في التحذير لان كنا تكلمنا وقت قضيه الاتحاد من التحذير انه الان الاداره انه عفوا امانه الكره او اتحاد الكره شخصيا هو اللي مهم هو جزء من هذه القضيه هو جزء من هذه الكارثه اللي بتصير في الانديه السعوديه. ابغى اقرا لكم الان تعميم بس بعد ما اخذ مداخله تليفونيه ويا ريت من هو جزء من الكارثه اتحاد الكرة. اه اتحاد الكرة ايه. طيب واذا الاستاذ ياسر المسحل يبغى يتداخل عشان يوضح بعض النقاط اهلا وسهلا فيه. طيب وعلى فكرة بقرا لكم تعميم بعد شوية صادر على الاندية من شهر كامل تقريبا حقرا لكم اياه بس خلونا اخذ بس رئيس مجلس ادارة نادي القادسية الجديد طبعا الاستاذ مساعد الزامل. هذا الرجل هو رئيس لجنة شباب الاعمال له مبادرات خيرية كثيرة مهتم في كرة القدم الصالات عم احمد الزامل الرجل الرياضي الشهير اللي ان شاء الله تعالى يطلع زي ابو صقر الله يعطيه الصحة والعافية وهو الان يشغل منصب مدير علاقات الخارجية في مجموعة الزامل. مساء الخير استاذ مساعد. مساء النور خطاب حياك الله. اهلا وسهلا فيك. الله يحفظك اهلا ومرحبا. اول شيء الله يعينك ثم الف مبروك. الله يبارك فيك والله يوفقك ان شاء الله باذن الله. الصوت صوت ابو صقر ما شاء الله. الله يطول عمرك. الله يحييك. والقادسية وما ادراك ما القادسية، شو اللي حاب تقوله عن هذا التكليف؟ في البداية اشكركم على هذه المداخلة واتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الاستاذ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على هذا التكليف وهذا الدعم وان شاء الله اننا نكون عند حسن ظننا وعند حسن ظن الجميع ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب شو المشهد اللي انت شايفه في كرة القدم السعودية خلال على الاقل سنة او سنتين؟ انت زرت النادي اليوم على الاقل تقدير وش المشهد اللي انت شايفه؟ والله المشهد ان شاء الله طيب في كثير من التغييرات الإيجابية لدعم الرياضة وتطويرها بما تماشى مع رؤية المملكة 2030 وبما يرسم له سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فإن شاء الله متفائلين خير الدعم الجميع وتكاتف الجميع ونقدم عمل إن شاء الله يرضي جميع الرياضيين والقيادة في المملكة إن شاء الله. باقي لي نقطتين أنت زرت النادي اليوم شو اللي شفته على أرض الواقع؟ والله أشكر النادي وأشكر أعضاء الإدارة والأخ معدي على هذا الاستقبال الطيب كان استقبال جدا حبي وبسيط وهذا دائما بيت القدساوي دائما يعني إن شاء الله تكون متكاتفين يعملون على قلب واحد فأشكرنا الأخوان في النادي وإن شاء الله سوف يكون لقاءات تجمعنا جميعا النادي نادي الجميع ونادي الخبر وإن شاء الله يرجعون رجالات القادسية ونكون إن شاء الله نقدم عمل إن شاء الله يرضي الجميع بإذن الله تعالى. أستاذ مساعد كم الميزانية التقريبية للنادي الموسم القادم تقريبا؟ والله إلى الآن حنا اليوم تونا بادين ما في أي شيء ما عندي أي رقم يعني صراحة ما أقدر أعطيك رقم لكن إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله تظهر الصورة بإذن الله تعالى. آخر سؤال بالنسبة لي ولا تصدق أي مذيع لما يقول لك آخر سؤال هل كابتن ياسر القحطاني من ضمن خياراتكم الموسم القادم في عضوية مجلس الإدارة؟ والله هذا سأل أحد الإخوان وقلنا له احنا نتشرف بالجميع لكن الآن ما صار شيء ونتشرف بجميع من يقدم النادي لكن هي مجرد سؤال سأل الأخ انه هل ياسر بيكون موجود من النادي؟ قلنا نتشرف بالجميع ونتعاون لكن ما في أي شيء ولا عرضتوا عليه؟ أنتم عرضتوا عليه هذه لا الفكرة؟ لا غير صحيح غير صحيح ولا عرضتوا عليه ولا شيء ها؟ لا ولا شيء. طيب ممكن تعرض عليه؟
والله احنا بنجلس وان شاء الله نشكل مجلس ونرتب الامور. اي شيء يخدم النادي احنا بنحاول ان شاء الله نطبقه باذن الله تعالى. ياسر او في ناس لا كثيره ممكن تخدم النادي وعندها خبره، نتشرف بياسر وجميع اللاعبين لهم خبره، لكن الى الان ما وضحت الصوره. الاهم هو خدمه النادي وخدمه الكيان ان شاء الله. طيب فهد الروقي عنده مداخله سريعه وبعدين نشكرك عاد بعدها. مساء الخير اخوي مساعد. هلا والله اخوي فهد. اولا مثل ما قال ابو زياد أعانك الله على المهمة الجسيمة اللي كلفت فيها، وإن شاء الله نجاحك بإذن الله مضمون، فأنت من بيت رياضي واستثماري عريق جدا في المنطقة الشرقية. هي باختصار القادسية يعتبر هو حاليا هو صديق الجميع كنادي، علاقاته مع الأندية السعودية جميعها ممتدة، وإضافة إلى أنه مع أحد أهم، وهذا أنا أبصم فيها لأني حضرتها طفلا وحضرتها رجلا، أنه عنده حراك اجتماعي جميل جدا خصوصا في رمضان، وله بصمات على مستوى المنطقة الشرقية. وأنت كما أعرف لك أو كما طرح في الزملاء البرنامج أنه لك نشاطات كبيرة في كرة قدم الصلاة، ما هو التوجه اللي للمحافظة على هذه المكتسبات كإدارة؟ والله يتوجه أن نشكل إن شاء الله هذا مجلس الإدارة ونحط خطط المستقبلية بحيث أننا نطمح على أن نضع بصمة سواء الفريق الأول أو جميع الأنشطة في النادي، بحيث أن يكون نادي القادسية نادي من الأندية اللي تقدم مستوى طيب وتميز. نادي القادسية من النوادي اللي ولاده للنجوم، كثير من النجوم طلعوا من نادي القادسيه الى الانديه الكبرى، الى الانديه الكبرى، الى المنتخب، فهذا الحمد لله شيء طيب. الباقي بس التعاون والعمل والالتفات حول هذا النادي، حتى موقع ان شاء الله موقع النادي يساعد على هذا الامر. صحيح، النادي موقع جدا رائع. صحيح، وسط حي سكاني وسهل الوصول اليه من اهل الخبر تقريبا. صحيح، موفقين ان شاء الله يا قبل استاذ سعد. عندكم رمضان يا اخوي مساعد؟ كم رمضان؟ اي تستمرون على نفس المهرجان الشهير؟ والله احنا القادسية دائما في المهرجانات الرمضانيه، وان شاء الله في تنسيق ان نقوم بشيء ان شاء الله في رمضان للامور الاجتماعيه والخيريه ان شاء الله والثقافيه. جزاكم الله. طيب استاذ مساعد، ايش الهدف الواضح اللي في راسك الان؟ يعني اكبر هدف عندك الان؟ اكبر هدف اي ان نضع خطه واضحه ونعمل لهذه الخطه وان نقدم شيء يعني يخلي الثقه اللي اخذناها من القياده ان نقدم شيء ملموس، ويكون نادي القادسيه من الانديه اللي ممكن تقدم مستويات جيده وتكون في مواقع افضل من ما هي عليه الان. من ال 16 نادي وين تتوقع يكون موقعك الموسم الجاي؟ توقع شخصي كذا. والله التوقع الى الان مو هو واضح، لكن التمني ان نكون في الانديه الوسط، في الانديه في المواقع اللي يكون فيها يعني اسم القادسيه ولاعبين القادسيه في عندهم الكثير اللي يقدمونه. طيب. الاداره السابقه ما قصروا وفعلوا كثير في الفتره السابقه، الان ان شاء الله بالفكر الشبابي الجديد ان شاء الله نطمح ان نقدم شيء يرضي الجمهور النادي باذن الله. موفق ان شاء الله استاذ مساعد، بالتوفيق. الله يعطيك العافيه. شكرا لك يا اخوي. شكرا لك. شكرا. طيب ابغى اقرا لكم بس هذا، طبعا كان رئيس نادي القادسيه الجديد، واللي وضح اهم نقطه انه ياسر القحطاني ليس من ضمن خيارات مجلس الاداره القادمه. شوف يا ابو خالد، قرار فضل الموضوع قرارات غرفه فضل المنازعات الدوليه ولجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم. هذا الخطاب أرسل الأستاذ لؤي السبيعي الأمين العام، قال فيه للأندية: من منطلق التزام الاتحاد السعودي لكرة القدم وحرصه على مصالح الأندية السعودية وبالاطلاع على اللوائح الدولية فيما يخص قرارات غرفة فضل المنازعات ولجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تتعلق تحديدا بالنزاعات المتعلقة بالعقود بين الأندية واللاعبين أو النزاعات التعاقدية بين الأندية الناتجة عن انتقالات اللاعبين، نود التنويه
بأنه قد يصدر مستقبلا من قبل اللجنتين أعلاه عقوبات رياضية ضد الأندية تتمثل في المنع من تسجيل اللاعبين، ويشمل المنع اللاعبين المحليين أو الأجانب سواء هواة أو محترفين نتيجة النزاعات التي تتعلق بعقود اللاعبين وحسب مداولات كل قضية على حدة. ونؤكد بأن هذه العقوبات في حال صدورها تكون بدون إنذار مسبق، بدون إنذار مسبق، وبدون منح أي مهلة للسداد، وتضاعف من فرص فرض العقوبات الرياضية في حال تبين أن النادي قد قام بمخالفة عقد العمل في مناسبة أو أكثر في السنوات الماضية. وهذا يعني أنه في حال فرض قرار منع انتقال اللاعبين خلال فترة تسجيل أو أكثر فإنه لا يمكن تسوية النزاعات مع اللاعب، ويكون متاحا حق الاستئناف فقط أمام محكمة التحكيم الرياضي كاس حسب الأنظمة المعمول بها. وعلى ضوئي نتقدم بدعوة الجميع الأندية الاحترام. وقت البيان ذا ما طلع، أنا كتبت هي محاولة أي أيوه هذا صادر في 25 أيوه عارف وقت ما ظهر البيان، وقت ما هذا ظهر البيان 25/6/9 أيوه عارف شهر فقط وعلقت عليه وقلت هذه بداية تهرب وإخلاء مسؤولية. أوكي قلت بداية تهرب وإخلاء مسؤولية، لأنه لا يمكن أن كل العقوبات أو اللي تجي للأندية أنها هي بدون سابق إنذار. هذا كلام مو صحيح. أنا ودي يطبلنا في رأس مؤذن عشان نسأل نقول هل كان في تقصير من الأندية ولا لا. فهو صحيح في النهاية إذا كان في جانب تقصير من الأندية، أين كان اتحاد الكرة؟ هل هذه الأندية ليست تابعة لاتحاد الكرة؟ هل هذه العقوبات إذا طالت هذه الأندية السعودية ليست متعلقة باتحاد اسمه الاتحاد السعودي لكرة القدم لديه فيفا؟ صارت مشكلة الاتحاد يعني هذه مشاكل بس لا يمكن أنها تصير. يا أبو خالد بس لؤي تراث مؤذن طبعا هو مدير التراث في نادي الاتحاد صح؟ لا لا الوحدة عفوا أنا بس لؤي متى تم تعيينه؟ لا ما اتكلم على احمد القضيه هو لا تقطع فكرتي انا ما اقصد انا اقصد انه هذه القضايا اللي اليوم حيصدر فيها قرارات معناته ان لها اكثر من سنه صحيح معناته لها اكثر من سنتين ما هي قرار سنة انا ما لا ترى الاستاذ ياسر مسح حذر الوحده ترى على فكره حتى معلوماتي انا انه حذر الوحده ترى انا حذر الوحده يا عزيزي انا قلت لك يا اخي خطاب الكره حتى يوم ظهرت قضيه مانسو اللي تحملها الاتحاد الوحده رغم انها مسؤوليه اتحاد الكره 100% حتى كمان ليش؟ لا ما هي معروفة قضية مانسو اللي صار فيها حب الخشوم وصار الاتحاد شال الشيل هو اللي موقع عقد وطلع رئيس الاتحاد قال خطأ من عندنا بسبب السكرتارية. لما يكون أنا يا أخي نادي علي 100,000 دولار 10,000 فرنك 75,000 دولار مثلا زي الوحدة يا أخي إذا أنا شفت أني ما سددت يا أخي أنت مثلا أرسل سدد يا أخي وتراك أنت بتاخذها من حقوقي ترى أنت ما بتديني صدقة من عندك كنت كاتحاد كرة يا اخي ادفعها للنادي اذا انت شايفه يعني انت لا تابعت هذا اللي كنت اقوله حتى في قضيه الاتحاد الاول اليوم تتكرر في الوحده وممكن بكره تتكرر في نادي اخر وحيطلع الاتحاد الكره برضه بيان يقول لي انا والله ما ادري انا حذرت طب حذرت انت فين دور المتابعه فين دور انت شايف حجم المخاطر اللي قاعد تحيك تحيط بالانديه السعوديه عند فيفا صارت السمعه سيئه معناته اذا انت ما استشعرت هذه المسؤوليه وشايف هذه الخطوره والسمعه دي اللي وصلت عند فيفا وانت ما تتخذ خطوه وكل خطوه ترميها على الانديه فمعناته ما راح تلاقي مشكله حتزاد التعقيد وحيزال السمعه اسوء من هذه اللي سايره اليوم الوحده بكره في انديه ثانيه في عقوبات ثانيه طايله النصر في عقوبات ثانيه ملمح عليها رئيس نادي النصر في عقوبه او مو عقوبه او غرامه او دفع فلوس مثلا في الهلال على بنتلي خسر قضيته مجبور مو مجبور التحكم ترى هذا مجبور التحكم لا يجي يدفع لحظه مجبور يا سيدي انا مساعده واحد لحظه يا طارق مجبور لحظه خلنا كلام محمد البكيري خلينا نخلص كلامه مو هذا الكلمه ما هي صحيحه الاتحاد الاندي هذه تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم وفي ظل تفاقم أزمة اسمها سوء سمعة الأندية السعودية عند لدي فيفا معناته لازم تكون في غرفة حلول غرفة عمليات تدير هذه الأزمة صحيح. لحل هذه غرفة يقولك لا تتدخل معليش لا 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 ما في شيء أنا لو وصل للهمال الهمال لما نوصل في الاتحاد ثلاثة مثلا ثلاثة إنذارات وصلت حتى وصلت عقوبة لا أبو خالد الإنذارات تأتي في حال في لمس موجود الإنذارات تأتي في حال حسم النقاط ومعالي المستشار ترى على فكره سدل ان الوحده ونجران لما الامر وصل لخصم النقاط طيب انا اقول لك نقطه بس ارضى ارجع واقول ما هو كان دور الاتحاد السعودي لكره القدم منذ سنتين منذ اندلاع هذه المشاكل ووصول العقوبات ايش الحلول اللي قدمها الاتحاد السعودي للانديه وايش غرفه العمليات اللي بدا يديرها لحل هذه الازمه طيب اول ما بدا عنده مصايب الله دقيقه بس تسمح له يا ابو صايب
لا لا اسمح له لحظة مو شغلك لو سمحت اسمح له ما تدخل بيننا لا تتدخل انت الوحيد لا تتدخل اسمح له لانه اكبر سنا يلا اوكي من اخذها اللي حدث بعد قضية الاتحاد وبعد ما انكشفت الامور كلها كونوا لجنة وقال اللجنة هذه ستذهب فين فيفا وستناقش وستطلع على كل الملفات وستديرها بطريقة غرفة العمليات فتحت يا محمد ابو صح ولا لا؟ ابو محمد ما تمت ابو محمد ابو محمد إيه؟ محمد البكيري لحظه محمد البكيري قال نقطه في غايه الاهميه بعطيك فرصه تفضل محمد البكيري قال نقطه في غايه الاهميه وينكم يا اتحاد قدم عن هذه العقود صح بالضبط طب السؤال لما الانديه تبرم العقود تشاور اتحاد القدم لا لا ما تقول انا بسوي عقد لا انت بتتكلم عن موضوع ثاني ما تشاور لا تخلط الاوراق لا لا تخلط اتحاد الكره يطلع على العقود لما ترسل نسخه له كيف ما يدري لا 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 بعد ما يخلص خالص هذا شيء هذا اليه وهذه اليه مختلفه يا اخي انا معك هذا ما يخطر اتحاد الكره اذا بيعطيني فلوس العقود هذه او جزء منها لحظه اذا بيديني جزء من هذه العقود انا اشاوره اما ما يديني فلوسي ولا هو اللي يتبرح لي ولا يدين حقي حتى كمان وشاوره كمان في عقود العقيده مع لاعبين هذه مسؤوليات هنا الاداريه يا جماعه ما هي الانديه تتحمل تضخم العقود الانديه تتحمل الديون الانديه لكن اتحاد الكره الان البيان اللي صدر الان باسم لؤي السبيعي يؤكد ان هناك كارثه قادمه وهذا اخلاء زي ما تقول هروب 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 من كارثه حاصله لكن انا ارجع واقول للاخ المسحل الاتحاد كرة القدم وين اللجنة اللي تم تشكيلها وذهبت الى 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 الكاس وين اللجنة اللي قلت سيطرنا على كل الملفات وين اللجنة اللي تقول اطلعنا على كل شيء اما بالنسبة لنادي الاتحاد سيطرنا على كل شيء كل شيء يقولوا هذا كلام اللي صار الان احنا مكتشفين الوحده اول الضحايا يعني انا لما اجي محمد توصل عبره ما في شيء خلاص وقعت ثلاث مرات اخذ عبره اذا كان هذه عبره وما عرفت تعتبر فيها وتتكرر في نادي ثاني فهذه خلل كبير طيب صراحه طيب محمد البكيري لحظه محمد البكيري ابو خالد قال لك وين غرفه العمليات يفترض ان يكون في غرفه عمليات مع الانديه صح طب ايش دور هذه غرفه العمليات شو تسوي حتى الان شوف ما شفنا شيء بالشكل شوف سمعنا كلام وسمعنا يعني تطمين لاخر درجه انا اقول بيان الاتحاد الكره هذا اللي ترى صادر قبل شهر فقط او شهر ويومين 26/6 25/6 واحنا اليوم كم 29/6 عشان اكون معك دقيق بالتواريخ ها 26/6 يا ابو صالح ما فرق يعني هو منشور 26 شهر ويومين صادر اليوم 25/6 25/6 نعم انا اقول انه هذا بيان احترازي وهروب الى الامام صحيح لانه الـ 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 الاتحاد الـ الان القرارات اللي تجي من الفيفا تجي مباشره للانديه وصوره للاتحاد لكن انتم فينكم من اول لما كانت القرارات تجيكم وانتم ترسلوها للانديه وهذا ما هو حدث جديد يعني واضح وقال لك حاتم انه مشكله اولى انحلت ومشكله ثانيه هي اللي طلعت طيب المشكله الاولى انحلت واللاعب واحد المشكله الاولى انحلت او لما وقعت عندكم علم بها وعندكم علم انها انحلت واكيد عندكم علم انه في قضيه اللاعب هذا لكن انا اقول لك اتحاد الكره اتحاد انا اقول لك ايش يسوي هذا اللي بدي اقوله وارد على اتحاد الكره له سابقه في هذه الامور سبق وسدد عن نادي الهلال في مشكله زي هذه وبعدين استخلصها من طلب من الهلال بطلب من الهلال يا اخي ما يحتاج انت تطلب انت سمعتك انت تشتغل مدير خليني اكمل خليني اكمل ارجوك فكرتك اذا عندك لما يجيك الدور قولها زي ما تبغى ارد عليها زي ما انا انتظرتك تغلق وابو خالد غلق وابو محمد غلق ورديت على انا اقول انه في سابقة وسدت سواء بطلب من الهلال ولا يحتاج انه يطلب منه الهلال طالما انت واقع في مشكلة وانت عارف مشاكل انديتك وعارف انه لهم مبالغ كبيرة متأخرة عندك من صحيح. من نقل من النقل التلفزيوني ومن ال- 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 الرعايات ورابطة المحترفين اللي قبل كده مبالغ الاندية اللي كانت متأخرة واللي الى الان ما صرفت وما ندري ايش وضعها في مبالغ موجودة عندك وفي مبالغ تجي وانت قادر كجهة حكومية قادر انك تسدد هذه المبالغ وتخصمها بدون طلب وتحل المشكلة وتحاول تحمي قليلا من سمعتك اللي مشوهة ماشي ترى لا يوجد شخص في الدنيا يقدر يعرف انه غرفة فضل المنازعات راح تصدر قرار او لا هذا الكلام ما حد يقدر النادي يعرف اكيد النادي صاحب المشكله عنده علم وعنده مرافعات واكيد بينه وبين اللاعب ومحامين اللاعب ومحاميه اكيد النادي عنده مشكله طيب شوف انا بعطيك يا ابو احمد بقى بقول لك معلش يا اخوي عثمان الانديه تتحمل 80% من المسؤوليه
هذا لا 80% كثير، هذا 80% مسؤوليه، هذه انت توقع عقود تتحملها مبالغه 80%. انا يعني انت تبغى تحمل 50 و50 لو الاتحاد السعودي تحمل النسبه الكبيره كان فيفا خاطبه مباشره، ما خاطب بلغني بلغني بعض الانديه ما تكشف الاتحاد السعودي. واذكرك يوم من الايام الاستاذ ياسر مسرح حيقول لك بعض الانديه مخبيه ما لها علاقه مخاطبه الاتحاد الكره. هذه سياسه وطريقه الاتحاد الدولي. طيب هو سياسته كانت كده، ما لها علاقه انه كان خاطب الانديه مباشره. استخلص معلش بستخلص هذا الامر وباخذ راي فهد الروقي واحمد البريكي. احنا الان امام رايين، رأي يقول لك بأنه اتحاد القدم هو من يتحمل مسؤولية هذه المشاكل كلها اللي قاعدة تحصل. تقعد تقول لي والله أنا ما بلغت عن التحفيز، ما هي كلها تكون منطقيين، غالبية المشاكل الأندية تتحمل والاتحاد تحمل. يعني زي مثلا أبو خالد محمد البكيري يقول لك يا أخي انشئ يا أخي غرفة عمليات عشان يا أخي تحاول تنقذ الأندية من مشاكلها، وفي آراء ثانية تقول لك لا يا أخي النادي هو المسؤول عن وضعه، ما الاتحاد القدم ما له علاقة. طيب ما حط طقك على يدك قال لك راح وقع مع هذول. لا هو شف أنه أنت تسدد عني، يعني كاتحاد سعودي يسدد عن النادي، فهذا لازم يطلع فيه تعميم أو قرار. أي مبلغ أقل من 100,000 يورو ترى بنسد. أنا معك بس أنه يطلع الموضوع يطلع أقل من 100,000 يورو مثلا ماني براجع لك، ترى بسدد وبخصم المستحقات بالاتحاد أقل ممكن. يعني أنا أقول لك كذا، ولكن مثلا قضية الاتحاد في ذاك الوقت كان في حديث بيني وبين احد المعنيين في القضيه من جانب الاتحاد السعودي، انه 2017 و2016 انتهت موضوع اني ارسل لك الخطاب، ترى هذا اللي وردني ودبر نفسك. الان يعني انت كاتحاد سعودي انت دورك انك تخدمني، ولازم تعرف انه انت اللي تخدمني مو انا اللي اخدمك. انت موجود هدفك انك تخدم 16 نادي في الممتاز الان والدرجه الاولى والدرجه الثانيه وتحميهم، وخدمتهم تجي من ضمنها الحماية انك تحميهم. لا يمكن انك ترسل لي وتقول لي رد على الفيفا خلال 30 يوم وبس انا اللهم اني بلغت. طيب ما في، وترى الموضوع ما هو معقد، الموضوع يعني حتى تكلفته ما هي شيء. انه نظام اذا رسلت الايميل لك المخاطبة انه بعد 20 يوم انا بيذكرني اني ارسل لك تذكير وارسل لك وترى بيكون آلي ما هو محتاج ترى. طيب اذا كان الاهمال من الامانه طيب. ما اطلعت ولا خاطر هنا 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 النقطه ابو احمد. انا وياك نقول نفس الكلام. انا اللي اقوله انت كاتحاد سعودي او كرابطه او كاي منظومه انت لازم تعرف انك انت جاي تخدمني وليس العكس. يعني مو دورك انك انت مو جهه صادر وارد، انت جهه تساعدني. حتى لو انا ما اعرف كيف اتعامل مع الملف هذا ومحتاج مساعدة منك، المفروض يكون في عندك مختصين اني اقدر الجأ لهم. في قضية الاتحاد انا اعتقد انه خطأ كبير، يعني ما اعتقد انه الاتحاد السعودي باي يعني حتى 15 سنة وراء انه عاجز انه يفرغ شخص فقط لمتابعة هل تم الانجاز او لا. يا اخي اقم عليه الحجة، اما انك ترسل لي اياه وتقول خلاص انا بلغتك اياه قبل 30 يوم. الأندية يا رجل إذا كان في نادي بيلعب ديربي ولا كلاسيكو اعرف أن النادي كله على رجل واحدة عشان المباراة هذه، فأنت وين دورك أنك تساعدني؟ وين دورك أنك تساعدني؟ يوم هذه والتنبيهات ممكن يا أبو زياد إيه تفضل تفضل أبو الجزئية اللي كنت ما رد على الإيميل. طيب خلنا نسمع أبو عمر يقول لك روح وترى إلكترونية. خلنا نسمع أبو عمر يا شباب دقيقة بس إذا سمحتوا لي بعد إذنك احميني تبغاها بالمنظور. طبعا شبعان نوم انت الان منهد على الشباب كلهم والجماعه كلهم دايخين الحين. لا تلوم، انا الوم سعود الصرامي. بالمنظور العام كانه في حديث الزملاء، والله يا اخي انت ادفع عني وانت احمدي وانت سوي اللي تسويه وانا بخبص على راحتي. لا لا اذا قصرت ما انا اقول لك بخبص على راحتي. مو كذا، لا مو صحيح. الا انا بتعاقد مع لاعب. لا ممكن يعني إذا انت ما نبهتني ولا دفعت لي ايش سويت لي اجل؟ طيب معنا المعنى خليني اكمل. ولا دفعت ترى ابو خالد وابو صهيب على عيني وراسي، بس والله كل فتره حديثكم انا كنت ساكت. نعم صح، وانا اجزم احنا اضافه بس ما الان النادي يخبص ويدخل مزايدات على نادي اخر وياخذ اللاعب بطريقه دق خشوم ويتفشخر وهياط ومبالغ زائده وسمسره، واجي يجي اللاعب ولا واستفيد منه، احتمال ما استفيد منه ولا اسدد له رواسبه، ويطلع يشتكيني وتدور المعامله سنتين او اكثر، واتحاد القدم يتواصل مع النادي في مساله التسديد كانت جديده، حادثه جديده، بس انه اتحاد القدم بيسدد اتحاد القدم الخر اللي يتوقع حدث قضيه الاتحاد في عهده اللي هو اتحاد احمد عيد لاعب
اللاعب في عهد احمد عيد منصور ارجنتيني ارجنتيني استرالي ولا لا لا منصور لا لا ارجنتيني لا منصور هي بدها منصور ارجنتيني لا لا اللي تم العقوبة عليها الخميس كان امين عام النادي في الفترة اللي كان فيها احمد الخميس امين عام النادي في النادي ولا الاتحاد امين عام الاتحاد انت ترى رحت احمد الخميس تركت احمد عيد لا دي مسؤولية احمد الخميس ما بحا مسؤولية راس الاحمد ما علي ترك الشيخ كل شيء على راسه لا مسؤولية هذا القائد لما تشتغل القائد هو اللي احمد هذا رجعنا الى انت شخصنت الموضوع لا انت اللي شخصنته ابو عمر انا لما نتحدث اسمح لي ابو صهيب انت قبل شويه زعلت من صالح الداود والله زعلني لانه قاطعك صح انا بصحح معلومه سجلها عندك باقيين الاهلي بس الله يخليك دقيقه اقول بس باقيين الاهلي والهلال انا قصدي انا قصدي انا قصدي هو لما قال في فتره رئاسه كذا كذا انا ببين هو كان ينتظر رئاسه مين انا ببين طيب رئاسه مين اداره اي اتحاد فقط اساسا هدفي بعيد انا لا انا كنت اتكلم انه في عهد اتحاد احمد عيد الاتحاد خرج بعد ما انتهت فترته مديون اتحاد الكرة القدم بكبرى مديون فكيف تطلب والمستجير بعمر عنده في كربته كالمستجير على مستحقات الأندية ما بديك صدق أنا نفس الشيء حتى مستحقات الأندية والأربعة مليون فين سددها أي أربعة مليون اللي سددها على الهلال دي ثلاثة مليون ما سدد عن الهلال شيء هذه من ضمن الأشياء اللي روجت لها على غير وجه حق طيب في الهلال والنصر الفيصل القدسيه والاتفاق التعاون أبو أنا عمر مشاكل أبو عمر والفتح. تكريس أبو عمر متأكد إنه ما سدده متأكد مثل ما أنا متأكد إن إدارة نادي الاتحاد اتحاد النادي النادي إيه؟ إنه أصدرت بيان وضعت اللوم فيه على نفسها في موضوع اذا المذنب مقر بذنبه وضعت اللوم بعد انا اتفق معاكم هو الاتحاد اعترف وهو صحيح انا الجزئيه اللي كان متكلم عليها احمد وانا قد تكلمت عليها في ايام القضيه ان انا تديني في اخر شهر جاتك المره الاولى وديتني معلش نسيت الثانيه مثلا تجيك ثلاث مباريات الشهر الثالث وانت عارف في خطوره على نادي سعودي مهمل وهذه ممكن يضر حتى سمعة الاتحاد السعودي والمبلغ بسيط سايبني 30 يوم والمبلغ يعني بسيط سدد وروح يلا خلاص هذه انذارك الاخيره ان تصرف انت 90 لا يوم لا تتابع بعد اسبوع على قولك ولا تنبه ولا بعد شهر ولا بعد عفوا اسبوعين ولا شيء قبل الانذار هذه الجزئيه اللي نتكلم عليها اسمعني جزئيه المتابعه هذا معك لكن الحديث هذه. الحديث اللي كان داير وانا اتفق مع ابو عبد الله اخوي صالح الداود الحديث اللي كان داير منكم انه كأنه اتحاد القدم هو الخلل الكبير اللي تسبب في هذا الموضوع يتحمل الخلل من يتحمل جزء أنا بالنسبة لي لن أتجاوز إذا كان المسألة بس والله يذكرني لأن المبلغ مبلغ اللي حرم من الاتحاد كان مبلغ بسيط جدا طيب يعني ما هي قضية العدد الواحد أنا ودي بكرة عقده يا رجل هو عقده صحيح وتوقيعاته صحيحة لا نتكلم المبلغ المبلغ يا أبو خالد المبلغ اللي حرم منها اللي تسبب فيها الاتحاد تكذب المبلغ وسبتوا راس القضية كلها اللي هي تورط فيها لو رد بس على لو رد ايه توقفت ذي اسمها السالفة هذه والايقافات شهرين ما وقف طلب منه رد بس رد لا تطنش رسوم تسديد 9000 دولار يا رجل واحد مسؤول في نادي والله قلت له انا اللاعب لا يروح لا يسافر البرازيلي قلت لا يسافر طيب يرفع عليكم قضية والبرازيليين والله طلعها من حلقك الحقوا عليه عطوا رات بالمهم قال لا خلها القضية بتطول بتقلها سنتين قسما بالله قلت لاعب لاعب الوسط صح قلت له هيا اشرب لاعب الوسط خذ بحار ذكر اسمه ان شاء الله طيب انا ودي على فهد بس لا لحظه شويه بس بنفس المحور بس لحظه شويه انا ودي ان شاء الله بكره ناصر العصيمي والشباب في فريق الاعداد تسوي لنا محور عن هل فعلا الأندية الاتحاد القدم قصر مع الأندية في متابعة هذه القضايا ما يبغى الليب ونتمنى لا. الأستاذ ياسر المحسن يكون معنا في هذا المحور إما حضورا أو هاتفيا صراحة حلو. هل فعلا في تقصير من اتحاد اللعبة مع الأندية في قضاياها في متابعتها في تحذيرها في السداد عنها في إشعارها هل قصر الاتحاد القدم أو لا والله يعني ترى موضوع مو موضوع مقصر ولا مو مقصر هو الموضوع انت شغلتك يعني دوامك خدمة الاندية هذه بالضبط وش بيضرك اذا انت يعني صلحت نظام الاتصال مع الاندية بانه يكون في تذكير ومتابعة وانه اذا ما جاك رد قبلها ب 48 ساعة
انك تتصل على رئيس النادي. يعني انا اقول هي كلها كم 200 قضيه ترى الشباب قطعوا كلامي كله. لا في يعني جزئية أنا مهمة بس أنا خلف الكواليس ما بقول شيء. لا في جزئية مهمة أنا أنت لهيت عنهم يا أخي. لا ما لهيت عنهم ترى على فكرة أنت رجل من السهولة جدا أنك تضيع الميكروفون فهد والله الاتحادية قدام بعض العظمة لا وعلى فكرة وعلى فكرة أنا أجزم أبو صهيب لحظة يا جماعة الخير أنا أجزم أنه لو يطلب رأي الأندية في هذا الموضوع أنا متأكد أن غالبية الأندية بتقول أن اتحاد القدم ما قصر معي تابع وعمل يا ليت نسمع طيب كويس ها كويس والله استاذ ياسر طارق طارق شوف ردا عليك انت طرحت معلومه انه اتحاد القدم عنده نموذج وسبب انه سبق انه سدد لنادي الهلال وهذا الكلام عاري من الصحه تماما واتحاد القدم نفسه بالمتحدث الرسمي في وقت الاستاذ عثمان معيبد صرح وقال انه في انديه من ضمنها الهلال ونجران وظن النصر والاتفاق كل هذه الأندية تقدمت بطلب سلفات مش لقضايا عشان سدد وأنا يعني رح الكلام اللي درج ورسخته إنه الهلال الاتحاد تضرر الوحدة الآن تضرر الاتحاد القدم وقف ساكت الهلال تم تسديد عنه هذا الكلام غير صحيح يعني أخذ سلفة وسدد مش على قضية أنا طلبت سلفة مش هو أندية كثيرة في نفس الوقت ونفس لا التوقيت. الهلال كان متداول لا 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 هذا تصريحهم مو بتحويلك أنت تبغاني اجيبه ويعرض على القناه جبت لك التصريح رسمي انت أقرب. باسم عثمان الاستاذ عثمان المعيبد عدنان المعيبد كلامه كان واضح والبيان الرسمي كان واضح انه في انديه عددها من ضمنها الهلال 6 أو 7 أندية من ضمنها الهلال تقدمت بطلب سلفه واعطيناهم من حقوقهم للنقل التلفزيوني مش سلفه بعد بس انها يعني انت ما عندك حقوق النقل التلفزيوني اعطيناه من بند اخر للانديه اللي تقدمت طيب مسببات السلف وش هي بعد ولا تناقشوا على ما تكلموا عنها خلاص وردوا على احدى الصحف انه هي كتبت هذا الكلام وقالوا هذا الكلام غير صحيح هذا اللي فهمناه كم باقي لنا شباب كم لحظه عشان نوزع بس بقيه كم باقي لنا شباب طيب يا شباب ناخذ الاستاذ فراس مؤذن باقي لنا اقل من 3 دقائق اقل في الاستاذ فراس لا بس ما دخلنا جزئيه اخيره بس اذا قطعتك على طول تكفى كلام ابو عمر كلام ممتاز وانا اعتقد انه كلامه يدين اتحاد الكره اكثر اذا انت عندك القدره اني لما اطلب منك سلفه تعطيني هي وهذا سلفه لشيء محلي طالما عن علي عقوبه طيب وتقدر تسدد اكمل بس هذه تقدر تسدد من مستحقاتي وتاخذها اذا احميني ماشي اباخذ بس الاستاذ فراس مؤذن مدير الاحتراف في نادي الوحده مساء الخير استاذ فراس مساء النور يا مرحبا حياك الله استاذ طارق سؤالي بس عليك وعلى المجموعه اللي الله يحق لانه والله ما عاد بقى معنا وقت الا يعني قصير جدا سؤالي المباشر لك هل قصر اتحاد كره القدم في قضايا الوحده والله حقيقه الاتحاد السعودي متعاون مع جميع الانديه ويعني جميع المتعاونين ان شاء الله مع بعض في الرياضه السعوديه وما ابغى انا يعني ما في الان اقدر تفاصيل ادلبيه حاليا او اتكلم طيب معلش طيب السؤال بطريقه ثانيه احنا دائما نعول على الاستاذ ياسر المسحل اشياء كثيره في قضايانا الخارجيه هل الاستاذ ياسر المسحل قصر معاكم في شيء في متابعه للقضايا ولطريقه سدادها وطريقه التعامل معاها وكيف انكم ممكن تتصرفون قصر معاكم ولا لا؟ احنا بنسال في السؤال والله احنا الاستاذ ياسر المسحل باستمرار متعاون معانا ومتابع معانا وفي الاحتياجات اللي نحتاجها يعني انا حتى في القضايا الخارجيه باستمرار هو متابع معانا وبيتابع معانا طيب حلو يعني ما نقدر احنا نقول الاتحاد مقصر او غير مقصر لا انا اتكلم عن الشخص المتبني لملف القضايا الخارجيه لا تحط لي في لا 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 لانه هو المتبني لا هو المتبني لهذا الامر ابو لا ابو خالد لحظه خلي ابو خالد يسال السؤال لي دقيقه لو سمحتوا دقيقه لو سمحتوا يا استاذ فراس القضية الأخيرة الحين اللي متعلقة فيها رقبة الوحدة بين إيقاف أو عدم الاستعانة بلاعبين محترفين أو عدم الاستعانة، هل أنتم في نادي الوحدة تتحملون المسؤولية الكاملة في إهمال هذه القضية أم في جزء منها لاتحاد الكرة؟ هذا السؤال يكون كذا مباشر. يا يعني أنكم أنتم اللي أهملتوا هذه القضية وتتحملونها أنتم في نادي الوحدة كاملة ولا في جزء منها يتحمل اتحاد الكرة في عدم المتابعة والسؤال حول هذه القضايا هذا أول سؤال أنا سألته يا أبو خالد هل قصر معكم اتحاد الكرة ولا لا؟ لا ياسر المسحي أنا ماني صراحة لا 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 معلش أبو خالد لا دقيقة فراس دقيقة أنا ماني صراحة بياسر المسحي لحظة أبو خالد لو سمحت أول سؤال أنا سألته هو نفس سؤالك هذا
هل اتحاد القدم تابع معكم القضايا ولا لا؟ قصر معكم اتحاد القدم؟ لانه ياسر المسحل هو اللي ماسك هذا الملف القضايا الخارجيه. يبقى بلاش نسال عن ياسر المسحل، ما نحتاج نسال عن ياسر المسحل. على سؤالي مباشر، قضيتكم دول فليمه، احنا قضيتكم فليمه هذه، قضيتكم الان الاخيره هذه انتم تتحملونها ولا اتحاد الكره فيها جزء منها؟ هذا السؤال. والله يعني التفاصيل الواحد نقدر يذكرها، ولكن يعني احنا كنادي يعني بنحاول نجتهد وبنسوي شيء ان شاء الله من الصحيح، والاتحاد السعودي بيجتهد وبيسوي شيء صحيح. الان الملف حديث معالي المستشار تركي على الشيخ، وان شاء الله الناس عندنا امل وعندنا محامي كبير ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نتجاوز المرحله هذه باذن الله. يا اخي انت قاعد تلف، انت وصلت بخطاب الايقاف ولا قاعد تلف الدور؟ انا اتكلم عن المسؤولين بس، يا انتم في اداره الوحده وانتم شخصيا واللي قائم على القضايا في نادي الوحده يتحمل مسؤوليه ما وصل له الوحده، او في مسؤوليه من اتحاد الكره، يا انتم يا هم بس. انت وانت شخصيا عفوا مباشره قاعد تقول احنا مسؤولين وتحملنا الاخطاء اللي صايره في النادي والاهمال مننا، وكان الاتحاد السعودي بالعكس متابع معانا. هذا السؤال لا تقول لي لا، انا ما اقدر اني انا والله احمل جزء هنا ونسمع هنا وجزء هنا. خلاص انا بشيل المسؤوليه انتم كلها النادي، خلاص ما يحتاج. نعم تكمل المسؤوليه كلها كامله. ليش لفوا الدور يا ابو خالد؟ اذا ما في والله ما اقدر. لحظه يا جماعه الخير، لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا كلكم، لا لو سمحتوا ابو محمد ارجوكم يا جماعه. زعلان على الوحده. طيب يا جماعه معلش، لو سمحتوا يا جماعه الخير، لو سمحتوا يا جماعه الخير تكمل السؤال. لا لو سمحت دقيقه، خلصت ابو خالد؟ تفضل. خلصت؟ تبغى ترد على ابو خالد في جزئيه شيء؟ احنا بالنسبه لنا اللي ابغى ارد واقوله، احنا بالنسبه لنا نادي الوحده ان باذن الله انه احنا اتبعنا الاجراءات الصحيحه وعملنا الاجراءات الصحيحه كلها، وان شاء الله انه احنا يعني ما قصرنا في هذه القضيه وفي جميع القضايا الاخرى باذن الله. طيب عثمان ابو بكر مالي اخيرا. يا استاذ فراس، المسؤوليه اما ان تكون مشتركه بين نادي الوحده وبين اتحاد الكره، او انها في نادي الوحده مسؤوليتك انت باعتبارك انت مسؤول الاحتراف، هذا واحد. الشيء الثاني، دوال فوليما طلع بيان من النادي انه قضيته سددت والشيخ عبد الرحمن رجب سدد المبلغ، وبيان رسمي وشكر من اداره النادي للشيخ على تسديد هذه القضيه والانتهاء منها. الان نشوف القضيه ما تسددت، ما تسددت الان القضيه. يا سيدي الفاضل، اللاعب جلس معنا موسمين وعليه قضيتين، القضيه الاولى انتهت وبعدها جت القضيه الثانيه. ما طيب. شرط انه يكون انا يعني انا ما احب انه احد ياخذ بس الشيء اللي يشوف اقراب بدون ما يتاكد. هي قضيه ما بينتوا هذا البيان. عفوا يا استاذ فراس، البيان اللي طلعتوه عن القضيه الاولى ما طلعتوا بيان القضيه الثانيه وشرحتوا للناس، عشان كذا تجي هذه التساؤلات. ما كان في قضيه. يعني ممكن صحيح يكون في تساؤلات، لكن هو فعليا هي قضيه اخرى بعد القضيه الاولى، ما لها دخل. طيب اخر سؤال استاذ فراس، كم المبالغ اللي على نادي الوحده الان اذا سددت تنتهي كل المشاكل؟ القضايا الخارجيه ولا الداخليه؟ القضايا الخارجيه. القضايا الخارجيه في حدود 3 مليون ريال. بس؟ ريال ولا دولار؟ ريال ولا دولار؟ يعني مليون دولار. 3 مليون ريال للقضايا الخارجيه والداخليه؟ القضايا المتبقيه، احنا كان علينا 12 قضيه، قفلنا تقريبا 10 قضايا ولله الحمد، ومتبقي لنا قضيتين بحوالي 3 مليون ريال. وداخليا؟ داخليا لا، علينا مبلغ كبير في القضايا. كم؟ تقريبا في حدود ال 14 مليون الى 16 مليون ريال. طيب الله يوفقكم ان شاء الله في قادم الايام. الجميع ان شاء الله. موفقين ان شاء الله يا فراس مؤذن مسؤول الاحتراف في نادي الوحده، وشكرا لتعاونك الحقيقه ولمداخلتك. يعطيكم العافية، الله يسامحكم على آخر الحلقة بس تعبتوني. تعبتني. يلا، سبحان الله خير، بكرة الساعة 10 إن شاء الله.